به نتصور ننطلقوا ومن بعد ان شاء الله يلتحقوا بنا، مرحبا بهم. دونك مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله عام مبروك ويكون كله نجاح وتوفيق للتوانسه وللمهندسين الكل. اليوم الحمد لله نفتتحوا سنه جديده بندوه جديده زاده، دونك بدايه علميه بحته ان شاء الله تكون موافقه وتكون كالعاده في اطار منتدى عبد الستار حسني للمحاضرات العلميه. اللي نستغل الفرصة هذه باش نرحموا عليه هو كاتبنا العام السابق سي عبد الستار يرحمه وينعمه. ونتذكروا لعماد المهندسين دابت منذ السنة الفارطة على تنظيم موعد دوري كل شهر. نطرقوا فيه المواضيع تمس الهندسة، المنوال التنموي، كل ما هو يفيد المهندسين والبلاد. دونك الحمد لله الموعد هذا يحظى بحضور مكثف من المهندسين ومن غير المهندسين. تقريب كل ندوة حقت تحقق في معدل 13,000 مشاهدة. وعندنا مثلا ندوه اللي قبل الاخرانيه الانجينيور ايتيل ان بون انتربرونور تجاوز معدل المشاهدات 32,000 مشاهده، دونك ثم قبيل من المهندسين على المواضيع اللي اقترحوا فيها. اليوم زاد في نفس الاطار عندنا ثله من الدكاتره اللي رحب بهم تسليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق واستاذ التعليم العالي بالمدرسه الوطنيه للمهندسين، والدكتور محمد عزيز درغوث استاذ التعليم العالي بالمدرسه الوطنيه للطب البيطري بسيدي ثابت، كذلك الدكتور محمد الناصر عزيز استاذ تعليم عالي بالمعهد العالي للاعمال بتونس، والدكتور حمادي الفهري استاذ تعليم عالي بمعهد الدراسات التجاريه العليا بقرطاج. دونك الدكاتره هذوما عملوا مقال علمي ممتاز حول اقتصاد، حول كيفيه وسبل انتقال الاقتصاد التونسي الى اقتصاد قائم على المعرفه. دونك حابين المقال هذا يتنزل في اطار محاضره علميه ندوه تقسموها مع المهندسين، وان شاء الله بعد باش تكون ورشه عمل مشتركه مع الاخرين باش نخدموا على الموضوع هذا. دونك قبل ما نعطي الكلمه للاخرين باش نبداو الندوه نتاعنا ونقدموا البرنامج، نحب نعطي الكلمه لعميد المهندسين باش يقدم الندوه. سي كامل تفضل. شكرا مهندس امين. في البداية كل عام بخير للأخيان الكل اللي حاضرين معنا اليوم. نحب نشكر محمد أمين القريشي على تحضير الندوة هذه، منتدى المرحوم عبد الستار حسني الله يرحمه وينعمه بالجنة، ويعطي الصحة محمد أمين على أساس أنه بالمجد كل شهر يعمل لنا في ندوة ممتاز ذا مستوى ورفيع جداً. دونك نبداو السنه 2021 بسلسله من الندوات اللي هي مش تكون العمود الفقري نتاع المنوال التنموي كما تحبوا عماده المهندسين ان شاء الله، واللي يلزمه يكون مبني مقائم على المعرفه، على اقتصاد المعرفه، الاقتصاد ذا اضافه. كما تعرفوا أن المنوال التنموي هذا يلزم يرتكز على الكفاءات، والمهندسين هما كفاءة أساسية في المنوال الاقتصادي اللي نحبوه في المستقبل. ومن غير شك المنوال التنموي هذا يلزم يكون متوزع على كامل الجمهورية وكامل الجهات، مش كيف المنوال اللي سابقه، ومن غير شك يحارب الاقتصاد الريعي. دونك هي المره الجايه ان شاء الله مش تكون محاضره اخرى في المنوال التنموي، والمحاضره اللي مواليه زاد على الاقتصاد الريعي. دونك هذوما بحول الله نحبوا نركزوا عليهم ونبداو بالمحاضره هذه. دونك في البدايه نحب نشكر السيد الوزير الدكتور سليم الشورى، والسادة الدكاترة اللي معاه سي محمد عزيز درغوث، سي محمد الناصر، وسي حمادي الفهري على المجهود اللي ماشي يقدموه باش السادة المهندسين والمشاهدين بما في ذلك اللي مش مهندسين باش تكون عندهم منفعة في آخر المحاضرات هذه باش يفهمونا كيفاش نجمو ننتقلوا الى اقتصاد قائم على المعرفه. وشكرا، بدون ما نطول عليكم نحيل الكلمه نرجع الكلمه للامين القريشي.
بارك الله فيك سي كمال. دونك قبل ما نقدم البرنامج ونعطي الكلمه لضيوفنا، نحب نشكر السبونسور نتاعنا اللي زاد جد الثقه فينا عام 2021 واللي يرعاه في متدرب عبد الستار حسني، اللي هما ايزومات تونيزي، تانستيب تونيزي، لا فاش لاجونس فونسيير دو لابيتا، وزيد كونسلتينغ، بارك الله فيهم. دونك المحاضره نتاعنا كما قلت اليوم هي الارتيكل بعثته لكم، يعني الارتيكل العلمي اللي قاموا به الاخرين بعثته لكم، واليوم سي سليم باش يقدم خلاصه هو والخيان الكل باش يتشاركوا الخلاصه نتاع الارتيكل هذايا مع المهندسين. دونك الكلمه باش تكون عند سي سليم، بعد نعديوها للخيان الثلاثه المشاركين في الارتيكل هذايا، وان شاء الله من بعد نفتحوا المجال للمهندسين باش يتفاعلوا مع المقاله هذايا ويطرحوا اسئلتهم للمحاضرين ونتفاعلوا معهم ان شاء الله. سي سليم مرحبا بك. سي سليم شكرا مره اخرى سي امين، شكرا سيد العميد، شكرا لكل الأخيان الأسرة الهندسية اللي أنا ديما نفتخر بها ونقول أن هذه الكفاءات، ولعلمكم الحقيقة أنه أول تواصل في علاقة بالإنيشيتيف هذه هي صارت فعلا مع المهندسين، بحكم كما قال السيد العميد أن نعتبر أن المهندسين هم كفاءات عليا في البلاد، وإذا ثم معنا فعلا تحول في علاقة بالمنوال التنموي باش تكون المساهمة كبيرة برشا من المهندسين. لكن احنا طبعا اليوم نعتبر أنفسنا زاد كيف كيف، صحيح قمنا يعني عندنا خبرة علمية معنا بحثية، لكن زاد كيف كيف على أرض الواقع والعمل الميداني هذه ما نجم كان أن هي تعمل القيمة المضافة في علاقة الشراكة معنا طبعا بين الجامعة، مراكز البحث، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وطبعا احنا نتكلم على الحكومة عامة بقطاعاتها المختلفة، لكن احنا طبعا نتكلم الشراكة اللي نحن نحب نبنيها مع المهندسين اللي هما يعملوا ميدانيا وهما يعرفوا واقع البلاد وهما يعرفوا الإشكاليات وهما اللي قادرين على معنى المساهمة الكبرى في التغيير. إذن نحن نقترح عليكم اليوم في هالمنتدى هذايا، بالمناسبة نحب زاد كيف كيف نرحموا على أخونا عبد الستار حسني الله يرحمه وينعمه، كان رجل فعلا نشيط جدا في فضاء عمادة المهندسين. نحب نشكر سيد العميد إتاحة الفرصة مرة أخرى، كل القائمين على تنظيم هذه الندوة. إذا احنا الحقيقة الخبراء اللي قدامكم اليوم الأربعة هم يجمعوا بين التكنولوجيا والعلوم البزنس، لكن زاد كيف كيف طبعا الابتكار، وأهم حاجة بالنسبة لنا زاد كيف كيف الجانب الاقتصادي. فهذم الخبراء اليوم احنا يعني خدمنا خدمة الحقيقة كبيرة في إطار التعاون مع كوريا الجنوبية في دراسة مهمة شاملة. نعتبر أن هذه المقال اللي خرج في الليدرز العربي هي تعتبر يعني جزء من دراسة كبيرة قمنا بها، لكن احنا المشوار متواصل. ثم جانب سياسي مهم جدا اللي هو إقناع السياسيين بمرحلة وبأهمية التغيير هذايا. تعرفوا خيالنا نحن طبعا من منذ الاستقلال مسألة اقتصاد المعرفة هذية غريب جدا على التوانسة، حتى إذا ثم ديما كلام عليه ثم اطناب عليه، لكن للأسف يعني ما نشوفوش على أرض الواقع. فالمسألة السياسية والسياسيين في أنه أخذ القرار هذية مهم جدا، وهذية نعمل عليه ومهم جدا باش نحن طبعا ما تكونش أنه فعلا تنظير، وتجم تكون دراسات وتجم تكون حلول نظرية، لكن في النهاية ما ينزم يكون الإنجاز. نحب جيس نعطيكم مقدمة بسيطة جدا، ثم إن شاء الله نحيل الكلمة مع زملائي الخبراء. نقول أن تونس الحقيقة سجلت معدلات في السنوات الماضية من معدلة نمو وتحقيق المزيد من الرفاه والحد من الفقر، لكن اللي معنا كما تعرفوا في السنوات العشر سنوات الأخيرة يمر الاقتصاد معناها الحقيقة بعديد التحديات الهيكلية، ومن هنا معناها نقول أنه ثم انخفاض نسبة النمو في خلال العشر سنوات الماضية
لم يتجاوز 1.7%. وللأسف نحن توا طبعا هذه طبعا اللي زاد عقدت الأمور أكثر، اللي هي الأزمة الصحية. نسبة النمو الاقتصادي معناها وصلت إلى 6%، يمكن توا مع نهاية عام 2020 النسبة هذه زاد نزلت أكثر. وزاد ثم اللي هي الإشكالية الكبيرة هي في مسألة التفاقم البطالة، اللي تقريبا بلغت حسب المعهد التونسي للإحصاء إلى 16.2% بطالة، منها الشهادات العليا تبلغ النسبة متاعهم 30.1%، أي عدد ما يقارب 281 ألف حامل شهادة عليا اللي هو للأسف يعني في بطالة. العوائق الحالية هي ماهيش جديدة، ما نقولوا أنها هي مش جديدة، ماهيش غريبة علينا، وهي الحقيقة ساهمت فيها تراكمات سابقة، ولكن أساسا هو تعطيل منوال التنمية وغياب الإصلاحات الجذرية. وانتم تعرفوا خيان وأنه احنا منذ الاستقلال إذا نتكلم على إن استراتيجي ولا منوال تنموي، نتكلم على منوال تنموي لمدة 5 سنوات، لو نتكلم على المخططات الخماسية، لكن ما عندناش نظرة الحقيقة اللي هي استراتيجية في بناء معناها منوال تنموي. وكما لاحظتوا خاصة في 10 سنوات الماضية بتعاقب الحكومات، ما ثماش معناها كل مرة يتجرب منوال تنموي أو أطور أو 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 معنى تغييرات بسيطة معنى ما يجذلية. الحقيقة شفنا أنه ما ثماش تقدم كبير برشا، ودونك هذية سبب من الأسباب. طبعا ما ننساوش أنه اللي هي ساهمت في الحالة هذه الاضطرابات الاجتماعية، ثم تراجع الطلب الخارجي لا سيما على الصناعات المعملية من طرف الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر للاقتصاد التونسي، كما مثلا صناعة الجلد البلور، صناعة الميكانيكية، صناعة الكهربائية إلى غير ذلك من الصناعات المعملية. وكما تعرفوا أن الأزمة متاع الكوفيد زادت عمق الوضع. إذن هنا قلوا أنه يفترض أن هذا الوضع المتردي يستوجب علينا أنه نتحول من نموذج النماذج الماضية، وبالذات ما نتكلم على النموذج النمو الحالي القائم على الاستخدام الكثيف لليد العاملة ذات المهارات المنخفضة. لو كحنا عنا يد عاملة المهارات هذه الحقيقة ما هيش عالية، وهنا هذا يستوجب أنه نحن ننتقل إلى منوال تنمية جديد يرتكز أساسا على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، لأن نعتبروها أن من أهم محركات التنمية في الاقتصاديات العالمية الناجحة كما كوريا الجنوبية وسنغافورة والصين وكوريا وشو اسمه واليابان والهند إلى غير ذلك. ونقول اليوم أنه التريونجل دي سافوار، مثلث المعرفة اللي هو منبني أساسا على التكوين وعلى البحث ثم الابتكار، هذا ما يكفيش، اللي هو هذه أساسا مهمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، لكن احنا يلزمنا نمشيو انه ابعد من هذاك. فهمت انه هالابتكار هذايا معناها يترجم الى معنى مشاريع حقيقيه اقتصاديه اللي هي تساهم في خلق القيمه المضافه ومواطن الشغل ودعم التنافسيه العليا، اللي هي طبعا مهمه، خطر التنافسيه بالنسبه لنا الكومبيتيتيفيتي مهم سواء على المستوى الداخلي ولا كيف على المستوى الاقليمي او الدول. هل لدينا الإمكانيات معنا باش نعمل هالتحول هذايا؟ نقولوا ثم مؤشرات طيبة. فهمت؟ نعطيكم حاجة ما يسموا بالتصنيفات مؤشر الابتكار العالمي 2020، اللي هي معنا تخلي تونس تقريبا على المستوى الإفريقي معنا 2، هذايا جيد، 66 على المستوى العالم. إذا كان نتكلموا على نفقات البحث والتطوير اللي هي تعتبر الحقيقة معناها ضعيفة، لكن تشوفوا غديك في معناها في المربع او الريكتانجل هذاك معناها اللي تشوفوه بالاصفر، هذيك معناها جملة الدول الإفريقية اللي تونس وجنوب افريقيا تعتبر متميزة في الشيمة هذه، اللي تعطي معناها النفقات البحث العلمي مقابل عدد الباحثين معناها في تونس. هذه كلها مؤشرات طيبة، منشورات البحث زادة كيف تعتبر إلى حد ما معناها جيدة. يعني احنا طبعا بالنسبة افريقيا على مستوى
العدد المنشورات المطلق، عدد المنشورات المطلق يخلينا في المرتبه الرابعه على المستوى الافريقي، 49 على المستوى الدولي. واذا حسبنا طبعا عدد المنشورات بعدد السكان تخلي تونس هي في الرتبه الاولى على المستوى القاري. نقول انه الاصلاحات المؤسساتيه كلها ساهمت في دعم الحريات الاقتصاديه عن طريق التشريعات والقوانين التحفيزيه، كما قانون الاستثمار، كما قانون ستارت اب اكت الى غير ذلك، وفي خلق مناخ ملائم لتحرير المبادره الخاصه والابتكار والدفع نحو اقتصاد يتميز بقدره تنافسيه عاليه. ثم زاد كيف كيف انه نسبه عاليه جدا من الموارد البشريه، وهي معناها الحقيقه اللي هي تقال ان تونس مقارنه ببلدان من نعتبرها جاره كما ليبيا، احنا نعتبر انفسنا 50 سنه متقدمين حكم أن نحن استثمرنا في التعليم منذ الاستقلال. هذه معناها زادة مهمة جدا. إذا نتكلم على كفاءات عليا بما فيهم المهندسين داخل تونس وخارج تونس، هذه مهمة جدا. دونك احنا نتكلم على التوانسة اللي هما داخل تونس وخارج تونس. زادة هذه المؤشرات الطيبة اللي تبينت وظهرت خاصة في أيام الكوفيد في الموجة الأولى، كما تعرفوا أنه الحدود متاعنا متسكرت وما كانش عندنا حل ان احنا نشوفوا شنية الامكانيات نتاعنا اذا قدرتنا نجموا ان احنا نطوروا اجهزه معناها وادوات واليات ومواد معناها للوقايه من الفيروس. والحقيقه اظهرت مدارس المهندسين وكذلك المهندسين اللي هم متواجدين معناها في المنشات الصناعيه والاقتصاديه ثم قدره عاليه جدا، لانه شفنا ان ثم ابتكارات للاسف مرة أخرى أن ما تحولتش هالابتكارات هذه النماذج الابتكارية إلى معناها نقول أجهزة حقيقية اللي هي تكون فاليدي من وزارة الصحة ووزارة الصناعة باش أن يتم التسويق متاعها على المستوى معناها الوطني وكذلك الدولي. هذا زاد كيف كيف مهم جدا أنه وجود أنه ثم كفاءة ثم طاقات كبيرة. ثم زاد كيف كيف أن تونس اليوم أن عندها تمتلك العديد من الإمكانيات لإجراء تحول هيكلي للاندماج في اقتصاد المعرفة بنجاح على الرغم من بعض أوجه القصور. معنى موجود، فهمت، ثم ضعف. وأنا ديما نقول أن هي السياسات الحقيقة داخلية، فهمت، اللي هي محتاجة باش أن هي طبعا تتعدل، ثم قوانين زي ما تتعدل، ثم فولونتي، ثم إن استراتيجي. تو إن شاء الله معنا الأخيان في عزيز إن شاء الله بشي يتكلم أكثر شوية على المسألة الاستراتيجية اللي هي مهمة جدا في الاقتصاد الوطني المنفتح على بقية العالم بما يساهم في نقل التكنولوجيا واكتساب تدفق المعرفة. وكما تعرفوا هذه خاصة بعد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اللي توقعت في 1995، فهمت، في مسألة التبادل من التجاري. نحيل الكلمة توا سي عزيز محمد عزيز درغوث باش يتكلمنا على الجانب البحث العلمي. تفضل سي عزيز. شكرا سي سليم، ان شاء الله عام مبارك لكافه الحاضرين ولكل التوانسة ولتونس. المجال البحث العلمي في تونس متكون، عنده خصائص بارزه، يتكون من يحتوي على 20,000 باحث واستاذ باحث من ناحيه الموارد البشريه موزعين على 13 جامعه وكذلك شبكه للمعاهد التكنولوجيه ومعاهد ومراكز بحثية وطنية وقطاعية مثلا تابعين وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة الثقافة. المنظومة التونسية للبحث العلمي لها كما سبق باش ورى بعض النتائج سيسليم، معناها إنتاج علمي متميز. تونس تتموقع في الموقع 59 من بين 222 دولة من حيث عدد المقالات العلمية، وهذا حسب دراسة قام بها المركز الوطني الجامعي للتوثيق الكنيدست. كذلك تتموقع تونس في المرتبة 13 من بين 131 دولة اعتبارا لعدد المقالات العلمية بالنسبة للناتج المحلي الخام. والتصنيف هذا هام جدا لأنه يوري اللي المنظومة البحثية في تونس والمنظومة العلمية
تنتج مقارنة ببلدان أخرى عندها أكثر موارد، أكثر من الموارد الموضوعة على ذمة الباحثين. وبالتالي الجهاز متاعنا عنده احتمال أن جران بوتنسيال دو برودكسيون لو تم الاعتناء بالبحث العلمي وإدماجه في سياسات الدولة وسياسات التنمية بصفة أوضح وأنجع مما هو عليه الحال اليوم. كذلك على مستوى التصنيف الدولي للجامعات التونسية، هنالك جامعة تونسية، جامعة تونس المنار، مصنفة من سنة 2019 بين الألف جامعات الأوائل عالميا في تصنيف شنغهاي اللي هو يعتمد أساسا على البحث العلمي. كذلك في نفس التصنيف شنغهاي ولكن باقتصار على اختصاصات أكاديمية معينة في سنة 2020 برزت خمسة جامعات تونسية من بين 500 أوائل في العالم في تصنيف شنغهاي العالمي الاختصاصات الأكاديمية في ثلاثة مجالات: الهندسة والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبية. وكل هذه النتائج تظهر الأداء المتميز لمنظومة البحث العلمي ومنظومة جامعية في تونس رغم الظروف الصعبة ورغم أوجه القصور، لأن كذلك عندنا أوجه قصور يلزم نعتني بها. الصورة هذه ولا الرسم هذا يوري كيفية تطور عدد المنشورات العلمية المصنفة في قاعدة بيانات سكوبوس من سنة 1990. كان عندنا 322 مقال مصنف في قاعدة بيانات سكوبوس إلى سنة 2017 اللي خلطنا قرابة 9,000-8,700 مقال مصنف، معناها في تقريبا 30 سنة صار نمو 300 مرة اللي كان موجود في عام 1990. الإنتاج المعرفي مع الأسف والعلمي التونسي يبقى في غالبيته غير مثمن، يبقى على مستوى الأوراقات والمنشورات المقالات العلمية. وبالتالي نجم نقوله اللي المنظومة بصفة عامة في تونس تتميز بمدى هام من إهدار للمعرفة، الجاسبياج دو سافوار، وهذا نظرا لضعف عدد المخرجات التكنولوجية، براءات اختراع، شركات ناشئة، الستارت اب، الاسبينوف، نماذج وأساليب فنية وإدارية، مستنبطات نباتية. وكي نرجعوا نقارنوا الأرقام بين الأصناف المتعددة للإنتاج العلمي والتكنولوجي، نشوفوا مثلا اللي في سنة 2019 كان عندنا تقريب 8,200 مقال علمي مقابل 67 براءة اختراع وأربع شركات ناشئة متأتية من البحث العلمي الوطني. والأسباب هنا متعددة، ممكن حصرها في ثلاثة مجموعات أساسية للأسباب. أولا ضعف الطلب من طرف المؤسسات الاقتصادية والتنموية والإدارة، كذلك لأن حتى الإدارة نورمالمان يلزم يكون عندها جانب كبير من الابتكار والتجديد، وهذا راجع أساساً إذا خذرنا نشوف النسيج ونشوف المنظومة الاقتصادية في تونس إلى هيمنة في قطاعات هامة الاقتصاد الريعي مقابل اقتصاد المعرفة والابتكار. ونعرف أن الاقتصاد الريعي يعطي ولو يبقى قانوني في كثير من الأحيان لأنه مربوط بالتشريعات، يعطي تموقع قوي جداً لبعض المصنعين وبعض المستثمرين اللي ما عادش يحتاجوا للابتكار للبقاء في السوق. وبالتالي هذا يعطي جانب عكسي للطلبية من طرف المؤسسة الاقتصادية في جانب ولا في مجال الابتكار. كذلك عندنا ضعف الوظائف الأفقية لنقل التكنولوجيا والمعرفة، وهذه الوظائف ما تعرفش حدود بين الوزارات، ما تعرفش حدود بين القطاعات. وبالتالي احنا في الجانب هذا ضعاف ياسر مازلنا في تونس. كذلك عندنا ضعف التحفيز من خلال ضعف تثمين المخرجات التكنولوجية في المسارات المهنية للباحثين والأساتذة الباحثين، والجانب هذا يلزم يتطور. والأسباب هذه الثلاث تكون متأتية غالبا من غياب من عنصر أساسي روتس وقاعدي
une cause racine. غياب التمشي استراتيجي أفقي يربط عضويا وظيفة البحث العلمي الوطني بوظائف التنمية وتطوير القطاعات المنتجة والقطاعات الاجتماعية الطالبة للابتكار والتجديد. وربما التثمين البحث العلمي يطرح لنا تحدي كبير جدا، وهو تحدي التمشي الأفقي للعمل، نظرا لأن إلى أن تثمين مخرجات البحث العلمي يبقى عملية معقدة وذات طابع نظامي. C'est une approche, c'est un processus systémique qui fait intervenir plusieurs acteurs à la fois. وبالتالي يتطلب الربط الوثيق بين البحث العلمي والحاجيات الفنية للمؤسسات وللقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحاجيات الاستراتيجية للدولة والمجتمع. ما يلزمش نقعدوا مركزين إلا على الحاجيات الفنية اللي في أكثر الأحيان هي آنية أوبيراسيونيل إيميديات، ولكن يلزم كذلك ندمجها مع الحاجيات الاستراتيجية للدولة والتوجهات البعيدة المدى للمجتمع. العنصر الثاني اللي هو مطلوب لتثمين مخرجات البحث العلمي بصفة ناجعة هو تناغم وتكامل سياسات وآليات ومسارات نقل التكنولوجيا والابتكار بين الوزارات والقطاعات المختلفة. وهنا عندنا إشكال كبير جدا متأتي من نوعية تقسيم العمل الإداري وقلة التفاعل بين الوزارات وضعف السياسات الأفقية للدولة. وبالتالي إذا تكلمنا اليوم ونتكلم على اقتصاد المعرفة وتثمين مخرجات البحث العلمي التونسي اللي قام بمجهود كبير جدا في السنوات العشرين أو الخمسة وعشرين الأخيرة، يطرح هذا السؤال وهذا التحدي، يطرح أهمية تطوير الدور التوجيهي الاستراتيجي والقيادي الأفقي للدولة وخاصة لرئاسة الحكومة. وبالتالي إذا نحب نوصل إلى تثمين ناجع وتثمين مقبول، نسبة تثمين مقبولة للبحث العلمي الوطني، يجب أن نهتم بأهمية والدور الاستراتيجيات الأفقية وخاصة استراتيجية الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وهنا يتطرح من جديد من خلال الاستراتيجيات هذه، الاستراتيجيات الأفقية، تطوير الدولة التوجيهي الاستراتيجي والقيادي الأفقي للدولة، والخروج من مستنقع سياسة الإجراءات القطاعية المنعزلة اللي بقينا غرقين فيها إلى يومنا هذا، واللي ماهيش باش تخرجنا من إشكالية تطوير الاقتصاد وتوفير مواطن شغل كريم للتوانسة وخاصة لخريجي التعليم العالي. وبالتالي يلزم الدولة تدخل في بناء وفي هندسة استراتيجيات وطنية بعيدة المدى للعلوم، تربط العلوم بالتكنولوجيا وبالابتكار على أساس التعلم والتكوين المتميز. والسياسات هذه للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ستخدم أولويات وأهداف تنموية محددة اعتماداً على اقتصاد معرفي واقتصاد يرتكز على تثمين الابتكار ودوره في المجتمع. وشكراً. وأحيل الكلمة إلى زميلي دكتور محمد الناصر عزيز، ولربما سي سليم خذيت لك دم. ناصر تفضل. سي ناصر تفضل. شكراً. ناصر يظهر لي الصوت نتاعك مش مانيش نسمع فيه. عنده مشكله في الصوت. تاعي سي ناصر تسمع فينا؟ سي ناصر، سي ناصر، سي ناصر تسمع فيا توا؟ اي سي بون، سي بون نسمع فيك. بازي شكراً.
ناصر الصوت متقطع يا سي ناصر. باي يمكن لطون شو اسمه معناها يعدل شويه بس ينصر الكومينيكاسيون ممكن بروبليم تكنيك غاديكا هكاك باش نربحوا الوقت نمشيو لسي حمادي بعد انك يعني اي تفضل تفضل مرحبا سي حمادي مرحبا سي سليم تفضل سي حمادي بعد نرجع سي ناصر اي بارك الله فيك سليم مرحبا بالاخيين الكل والله بون هو pour le moment الشيء اللي قلته انت سي سليم تقريبا يطرح مقدمه نتاع l'économie du savoir et son importance dans le processus de croissance et de développement de l'économie tunisienne. Donc, je vais essayer, dans les limites du temps qui m'est imparti, de vous exposer assez brièvement l'importance de l'économie du savoir pour sortir du piège des pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire pour atteindre un nouveau palier de croissance économique, un palier qui soit compatible avec des taux d'emploi relativement élevés et aussi avec une croissance plus inclusive, c'est-à-dire réductrice des inégalités sociales et régionales. Alors, c'est un ensemble d'indicateurs que l'on prend généralement en considération. Le premier, le cadran nord-ouest, تطور نسبة النمو indique clairement l'essoufflement de la croissance de l'économie tunisienne à partir de 2011. Antérieurement à cette période, dans l'ensemble, l'on peut dire depuis 1990 jusqu'en 2010, l'économie tunisienne réalisait des performances, de bonnes performances et gravitait autour de son potentiel, de haut pratiquement de 4,5%. De manière potentielle, c'est-à-dire que l'on ne peut pas, à la limite, faire mieux, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire dans les conditions actuelles de la production. Donc, un essoufflement de la croissance, autre problème, à mon sens, assez grave au cours de la période récente, là, vous avez des moyennes, si vous calculez des écarts-types pour voir un peu l'écart, la volatilité, au cours de la période 2011-2019, la volatilité est beaucoup plus importante. Elle est de l'ordre de 2,3. Alors, pourquoi nous en sommes arrivés là? Carte de Sislim, on peut dire les SBAB, Taracomet ou les SBAB, Adid. Je vais me limiter en ce qui me concerne. C'est bon, toi, c'est bon, Amrik. Barkalafi. Donc, je disais que pourquoi nous en sommes arrivés là. Je me suis limité, il faut voir en fait les déterminants de la croissance économique en Tunisie et les moteurs de la croissance économiques sont pratiquement en paille. Donc les moteurs sont à la fois internes et externes. Au niveau de l'interne, c'est la demande intérieure. D'abord, la croissance est tirée par la demande intérieure, qui est constituée par l'investissement et la consommation. Une des figures qui vous montre un peu la baisse du taux d'investissement, c'est un investissement rapporté au PIB, qui gravite autour de 19%, qui est vraiment très bas par rapport aux pays hautement performants, là où l'on compare la Tunisie avec d'autres pays. Mais le plus important, à mon sens, c'est la figure que vous avez au nord-est, celle qui indique l'évolution de la croissance de l'économie tunisienne depuis l'année 2000, en comparaison avec quoi? Avec ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs. Alors, qu'est-ce que la productivité globale des facteurs? C'est un indicateur qui montre l'efficacité de la combinaison productive. On le calcule d'une certaine façon sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure, lui donner un contenu plus précis. Mais cette productivité globale des facteurs
est expliqué par un certain nombre de déterminants, entre autres, disons grosso modo, c'est ce que l'on appelle le progrès technique. Alors, l'on constate que la contribution du progrès technique est pratiquement nulle. Et à Kenarja, les chiffres, je peux vous les donner. Parfois, par certaines années, elle est complètement, elle devient négative. Donc, le premier diapo, cette première page, vous montre donc un peu le ralentissement de la croissance de l'économie tunisienne, l'essoufflement du modèle de croissance actuel de l'économie tunisienne en raison de la panne des moteurs de la croissance. Alors, si vous permettez, je vous ouvre le deuxième slide. Cette situation, en fait, elle s'est détériorée depuis la crise sanitaire. Effectivement, nous avons un taux de chômage qui a augmenté. Vous avez le tableau qui vous indique un peu le taux de chômage parmi les diplômés de l'enseignement supérieur. Et vous avez aussi la comparaison entre la baisse ou le taux de croissance de 2011, année de révolution, où l'on est à -1,9, et actuellement on est à -6%. Les moustaches à -21 parce que j'ai pas mis le troisième trimestre. L'on s'attend à ce que, dans une hypothèse optimiste, le taux de croissance sera autour négatif, évidemment autour de 7,5%. Certains disent même qu'il atteindrait de chiffres, mais ça, on ne sait pas trop. Donc, nous avons un modèle qui s'essouffle et le Covid ou le Covid-19 n'a fait qu'aggraver une situation déjà existante. La question alors qui se pose, on constate ce que l'on appelle la Tunisie est donc bel et bien piégée dans la trappe des pays à revenus intermédiaires. Alors, quelles sont les solutions face à cet essoufflement de la croissance et cette montée du chômage? Et que faire pour sortir de ce piège? Nous avons vu le système que nous avons slide qui vient juste après. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut faire pour sortir de ce piège, c'est réaliser une véritable transformation structurelle de l'économie tunisienne. Et cette transformation structurelle ne peut se faire qu'à travers l'économie du savoir. Et ça, c'est pas nécessairement une politique. Ça n'a pas qu'une dimension politique. Là, c'est défendable du point de vue de la théorie. Il y a des modèles qui montrent la nécessité de l'importance, le poids de l'éducation, du capital humain, de l'apprentissage par la pratique, de la technologie. Donc, il y a un certain nombre d'éléments constitutifs de l'économie du savoir qui contribuent pleinement à réaliser des taux de croissance vraiment élevés. En Tunisie, lorsqu'on examine un peu les différents rapports existants, l'on constate que le savoir ou la connaissance, c'est un gisement, je viens de le dire, de croissance, mais qui n'est pas pleinement exploité et que nous avons une large marge d'amélioration en la matière. C'est un vocabulaire un peu diplomatique, mais nous sommes, à mon sens, un peu en retard par rapport à d'autres pays. En somme, la liste des rapports, et si vous avez un peu le premier, c'est « Doing Business », le second, c'est il traite de la facilité à faire des affaires. Donc l'environnement, quand même tout en joyeux, c'est un peu en rapport avec ça, et pas uniquement. Anne, le deuxième rapport, je me suis intéressé à Freedom House. Le troisième, Mouacher Drak Fassad, c'est en fait Transparency International, Global Innovation Index, Network Readiness Index, etc. Alors, on y retrouve c'est des classements, mais aussi des scores. C'est un résultat établi aussi bien par les rapports internationaux que par les enquêtes qui sont faites en Tunisie par l'ITSEC ou par l'ACE. Donc,
il montre que malgré certains progrès, on est très en fait, malgré ces progrès, la marge d'amélioration et la distance par rapport à la frontière des meilleurs pays est encore. Il y a du travail à faire là-dessus. Deux éléments, par contre, qui indiquent que nous sommes suffisamment bons, c'est au niveau de tout ce qui est capital humain. Donc, lundi, les deux dernières lignes du tableau. Donc, au niveau du capital humain, nous avons ici, c'est un levier sur lequel on pourrait agir pour aller dans le sens de l'économie du savoir. Alors, système, tu as dit, voilà. Donc, quand on parle, اللي رغم اللي قلنا إنه مجال فما مجال كبير للتحسين في ركائز اقتصاد المعرفة كما ظهرناه من خلال التصنيفات والتقارير اللي كنا نشوف فيها تقارير دولية أو التقارير التونسية. Par contre, les mesures qui sont proposées sont vraiment des mesures parcellaires. يعني, وسي عزيز كان يقول ما فماش حاجات اللي on va le dire de manière un peu brutale, nous n'avons pas de stratégie. Nous avons juste un certain nombre de mesures prises de manière éparse et peut-être même c'est des mesures de circonstances. Donc, on a mis un statement, on a mis un statut pacte, un partenariat public-privé, etc. Mais tout ceci ne constitue pas, à mon sens, une stratégie globale qui puisse servir à résoudre les problèmes structurels de l'économie tunisienne, et ceci malgré, et nous l'avons vu tout à l'heure, la Tunisie enregistre de sérieuses et d'importantes performances. Ça a été aussi relevé par Sir Aziz, aussi par Sislim, au niveau de tout ce qui est recherche, de tout ce qui est éducation. Il ne faut pas non plus oublier que l'économie tunisienne se caractérise, et ça c'est important, par un degré de complexité économique qui n'est pas des plus mauvais à travers le monde. Qu'est-ce que la complexité économique? C'est tout simplement le contenu en savoir des produits qui sont exportés. Et là, nous faisons un certain nombre, de progrès. Alors, par ailleurs, le Covid-19, il a prouvé que la Tunisie dispose d'un certain nombre d'atouts au niveau. C'est des atouts vraiment indéniables qui ont mis en évidence l'importance de l'innovation et surtout de tout ce qui est concret, donc de la concrétisation d'un certain nombre. Voici grosso modo un peu ce que j'ai à dire sur le modèle de développement et la nécessité d'aller dans le sens de l'économie du savoir pour sortir de ce piège des pays à revenus intermédiaires. Voilà, merci, Barakallahu fik. Shukran. Shukran, Si Hamad. Et donc, il y a qu'un arjou, si Nasser. Si Nasser. Oui, n'attendez pas que nous cassons l'Internet ou... حسيرو. المهم أنا رجعت توا دونك فوالا أنا باش تكون المداخلة نتاعي على الانوفاسيون. دونك شنو هي الانوفاسيون؟ شنو هو التحديات الموجودة في تونس وربما بعض الحلول. دونك الانوفاسيون سي لامبلونتاسيون دو نوفو برودوي سيرفيس و بروسيدي و دون ميثود سنسيبلومون اميليوري. دونك جينيرالمون سي بور ابورتي دو لا فالور. L'innovation, généralement, c'est l'étape finale de la recherche et développement. Donc, on fait de la recherche, on avance, et puis... Si Nasser, tu m'as fait, Nasser...
étape. في ناس متقطع برشا الصوت يا عندك. في ناس كان حال حاجات اخرين مع الزوم سكرهم باش تمشي مليح البرزونطاسيون تاعك سينورا وبارامون كونيكسيون تاعك طايحه برشا. سي ناصر ايش عملنا سيسكين توا؟ باهي شوف انا من رايي انه نحن نبداو في ديسكسيون اونتر تو سي ناصر وقت اللي يرجع يزيد ياخذ معنا كيلكو مينوت باش يتكلم اكثر معنا في اطار بيصير الديسكسيون هذا ما واضح واضح باهي يا جماعه. دونك اللي يحب يطرح سؤال كالعاده يرفع يده على اليمين هكا في البارتيسيبون. جست انا سيسليم حبيت نتفاعل معك شويه ومع الحضور كل سي محمد عزيز وسي حمادي وسي ناصر وسي حمادي الناس الكل معناها حبيت نقول لك اللي اليوم اللي الحس مع سيسليم هذاك اليوم اكبر من اكبر 10 شركات تقويم في العالم تقييم في العالم في البورصه الامريكانيه هما تقريبا 9 شركات قائمه على المعرفه نلقاو اول شركه هي نتاع البترول والغاز. دونك اليوم لاكس هذا نحكيو عليه اكس مهم برشا معناها وان شاء الله يجي نهار الاقتصاد التونسي على الاقل يكون ثلث نتاعو قائم اقتصاد المعرفه. حاجه اخرى اليوم كان نقارنوا مساحه تونس بدوله كيما سنغافور ولا اسرائيل مساحه تونس 163 الف كيلومتر مربع لكن البي اي بي نتاعنا ما يتجاوزش 40 مليار دولار في حين مساحه كيما دوله كيان الصهيوني ما تجاوزش 22 الف كيلومتر مربع ويتجاوز البي بي نتاعها 73 مليار دولار معناها تقريبا 10 مرات البي بي التونسي. نفس الشيء سنغافور معناها مساحتها 728 كيلومتر مربع والبي بي نتاعها يوصل 364 مليار دولار. اليوم دولة الكيان الصهيوني هذه الستاتستيك نتاعها قدامي تعتبر اكبر ثالث دوله من حيث عدد الستارت اب نيشن معناها وليت وعندها تقريب على كل 1000 ساكن 135 مهندس معناها تجاوزت أرقام أمريكا واليابان بكثير. هذه إحصائيات 2013. اليوم اللي حبيت نوصله أنا بالأرقام هذه حبيت نقول له هذا موش دور القطاع الخاص ولا دور عيمات المهندسين ولا بتخدم الشيء هذي. اليوم راهي الدولة هي التنفستي في الأرقام هذه بما معناه زيد نفسر اكثر. اليوم سيليكون فالي تعرفوا كلكم اللي الصناعات العسكريه الامريكيه هي اللي بنيتها من الاول ومن بعد سيبتها. واليوم زاد ثم دراسه جديده خرجت في امريكا تقول لي الى يومنا هذا الشركات الكبار الامريكانيه معناها مقدار استثمارها في البحث العلمي ما يتجاوزش 10% لكن قاعده تاخو في ابحاث سنويه تجيها من مركز البحوث في البنتاغون وفي النازا وغيره معناها لقاو 90% من مداخل الشركات هذه تمشي لجيوب المستثمرين و10% كاو بحث العلمي. دونك حبينا ولا كرهنا سي سليم سي محمد عزيز سي حمادي اليوم الدوره هي دورها انها تستثمر في البحث العلمي وتطبقه على الصناعه. دونك الاكذوبه نتاع قبل اللي تقول الصناعه هي اللي موقفه البحث العلمي ظهر بالكشف اليوم ما فماش منها. الدوله هي اللي تحط اليوم كيما نشوفوا دوله كيما تونس معناها تصرف في مئات المليارات على شركات البستنه معناها والأرقام اللي خرجت معناها ريسامون نتصور هالمليار مئات المليارات هذه كان دخلت الميزانيات الجامعات وتوظفت معناها باش تشجع الصناعه باش تستثمر هالبحوث العلميه اللي على الرفوف. توا سي محمد عزيز اظن معرف ورا عام 2019 عندنا 86 الف بحث علمي وفي المقابل عندنا ما نعرفش قرابة 60 ولا 50 براءه اختراع واربعه شركات ناجحه معناها ثم جاب كبيره برشا ما بين البحث العلمي وما بين التجسيم معناها وهذا اللي معناها نشوفوا بيه كانه البحوث العلميه في تونس باش اصحابها معناها كل سواء مهندسين ولا جميع القطاعات الاخرى باش يطلعوا في معناها في المستوى نعرفش التدريس نتاعهم كبروفيسور ولا ميتر دو كونف ولا غيره. دونك هذايا حبيت وهنايا سيسليم نسال فيك راهو اون طونك اوم معناها استاذ نتاع بحث علمي استاذ باحث ونسأل فيك زيادة أن طونك رجل تعدى بالهيكل مش نقول سياسي هاكا أما تعدل بالهيكل السياسي. دونك جاوبنا على مجموعة الملاحظات هذه مش أسئلة هي ملاحظات معناها أنت والأخين تفضل سي سليم.
بعد نعدي الكلمة لأخيين الكل. شكرا 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 يمين. أنا أعتقد أنه كل الملاحظات الحقيقة مهمة جدا. خلينا أول حاجة نتكلم على أساس أنه تاريخ فهمت الجامعة التونسية ومؤسسات البحث الحقيقة هو معنى التاريخ عريق. احنا دا وقت نتكلم حتى مام على انفراستركتور رنا إلى حد ما نعتبر طبعا تونس يعني مقارنة بعدد السكان متاعها وزي كيف بعدد وبالمساحة متاعها نعتبر كهياكل البحث وهياكل معنى تعليمية أو تعليم عالي وكتكنوبول إلى غير ذلك. أنا نعتبر أن عندنا من الإمكانيات فهمت اللي ممكن أن هي فعلا أنك تطور هالبحث العلمي هذايا، لكن يجب يكون في إطار معنى استراتيجي. صحيح أن احنا في عام 2017 حددنا تقريبا الأولويات البحث والتجديد معنى ريسيرش انوفاسيون. صحيح قينا معناها حاجات اللي احنا نعيشوا فيها اليوم نتكلموا على الصحة، نتكلموا على الماء، نتكلموا على الطاقة، نتكلموا على الانفيرونمون، نتكلموا على الاقتصاد الرقمي، نتكلموا على شو اسمه العلوم الاجتماعية فهمت اللي هو على المجتمع بصفة عامة فهمت إلى غير ذلك من الأولويات اللي تقريبا تحدد في 2017 وإحنا اليوم فعلا نعيش فيها. دونك إحنا الحقيقة اتقامت بالعديد من الدراسات اللي باش نحددوا فيها شنو الأولويات متاعنا وشنو مشاكلنا وما نسموه بالسوات. السوات هذية يعني تقريبا سواء على مستوى المنظومة معنى فهمت بشكلها العام أو حتى مام في على المستوى القطاعي. اليوم سي عزيز الحقيقة هو إن إيكيب تو عندهم تقريبا أكثر من 6 شهور يخدموا على إن استراتيجي تقريبا براتيكما إن شاء الله نقولوا حاضرة حول الله إن استراتيجي اللي هي متاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار اللي هي أساسا معناها مقترح يتقدم أساسا معناها لرئاسة الحكومة. خطر اليوم التفعيل متاع استراتيجي ما ينجمش يكون على وزارة على قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأنه الحقيقة أنه شفنا أنه ثم فشل ذريع جدا في هالشراكة بين القطاعات. وهنا هي معنى سببها غياب إن استراتيجي جلوبال اللي ينزم تكون على مستوى معنى رأس الهرم اللي هي الحكومة. احنا طبعا وقت نشوفه في العالم الكل وخاصة الدول المتقدمة الاستراتيجية اللي تتبنى على 50 سنة القدام التفعيل بتاعها يكون على مستوى عالي على مستوى رئيس حكومة على مستوى رئيس جمهورية دونك هذية ثم غياب إن استراتيجي اللي هي أساسا باش تبني هالعلاقات وتبني الأهداف الاستراتيجية وتربط معناها بين كافة الأطراف الفاعلة فهمت باش ان احنا نرتقي بالاقتصاد نتاع المعاصر. دونك ثم غياب كبير وجود مع عدم وجود تنسيق بين القطاعات. صحيح قطاعات كل واحد تخدم في معزل في معنى عزله اوكي الصناعه تخدم في عزله التعليم العالي تخدم في عزله. احنا ريسما اكتشفنا ان احنا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي نعملوا فينا استراتيجي من 2040 نلقاو زاده وزاره الصناعه كيف تعمل في ان استراتيجي 2035 وشكون هما الناس اللي قاسين يطوروا في الاستراتيجي؟ هما زملائنا من الاساتذه الجامعيين شفت معناها فريمون واحنا ما كناش على بالنا بهم ونعرفوهم وهذوما ناس معناها زملاء ونعرفوا بعضنا. دونك ثم اشكاليه كبيره برشا اليوم انه ينزم تكون معناها استراتيجي توقع على مستوى معناها فهمت رئاسه الحكومه وهذا هو اللي فعلا قاسين نقدموا به. دونك وزاره التعليم العالي والبحث العلمي دونك سي عزيز هو الحقيقه ابار انه هو استاذ جامعي هو مدير المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي هو معناه يشرف على فريق كامل فهمت من الوزارة وكذلك من بعض الأطراف من بعض الوزارات الأخرى لمعناها صياغة معناها استراتيجي اللي هي باش تتقدم بصفة رسمية للرئاسة الحكومة للامبليمونتاسيون. هك تعرف طبعا الوضعية السياسية الحقيقة من المشاكل اللي احنا نعيشوا فيها اليوم معناها تعاقب معناها حكومات اليوم معنا ثم معنا صراعات حزبية فهمت سياسية معناها
احتقان اجتماعي، فهمت، الى غير ذلك. فهذا طبعا مش يحطنا في اطار معنا صعب انك انت وقت اللي تقدم استراتيجيه للتفعيل نتاعها لازم تكون في حكومه، معناها تكون قاره، تكون ان هي تخدم لي معناها على الاقل 3 سنوات 5 سنوات، فهمت، باش انها تقدر معناها تفعل الاستراتيجيه دي. انت اليوم تتكلم بالاساس على لي ستارت اب والحاجات هذيا، اليوم لي ستارت اب تعرف وقت تجي على مستوى الجامعه، فهمت، انت عالميا في العالم مدارس المهندسين مش هي اللي تعمل لينوفاسيون، البزنس سكول هي اللي تعمل لينوفاسيون، هي اللي تقوم ببرامج. هذه حاجه. وحاجه اللي فريمون الخطا الفادح اللي وقع هو انه كانت لو مينيستير دو لونسينمون سوبيريو دو لا ريشيرش سيانتيفيك اي دو لينوفاسيون، اوكي، دونك لينوفاسيون مشات تحطت في وزاره الصناعه، اوكي، واللينوفاسيون توا حتى للحظه هذه ومع لابي اون بارتيكولي اليوم لينوفاسيون ماهيش مفهوم، مش قادرين باش يفهموا واش معناها لينوفاسيون وكيفاش نحن نجمو نطوروها. دونك بالتالي اليوم عندنا اشكاليه كبيره في علاقه بهل الموضوع نتاع لينوفاسيون اللي هو بالاساس باش يكون معناها ايسو دي ريزولتا دو لا ريشيرش سيانتيفيك اللي هي تتقام معناها في مراكز البحث. هذا اللي يؤسف لي انه اليوم العديد من التوانسه يعملوا دي بروفي كما داخل البلاد، مي المشكله انه زاد يعملوا خارج البلاد فور فالوريزي معناها لو ريشيرش، اليوم يخدموا مع العالم الكل وهالابتكارات كلها تترجم الى معناها ابتكارات معناها الى مشاريع معناها صناعيه واقتصاديه خارج تونس. هذا هو اللي يؤسف له، فهمت. انا اليوم زاد كيف نجيو اليوم نتكلموا زاد كيف على المهندسين والعلماء وفهمتني والاساتذه الجامعيين والباحثين اليوم خارج الوطن، هذوما اليوم كيفاش يتم زاد كيف ادماجهم في المنظومه هذه. احنا ريسامو قدمنا فعلا مبادره لرئاسه الحكومه، اليوم نتكلموا حتى امام رئاسه الجمهوريه، مبادره على اساس تصنيع، معناها نمشيو في عمليه هالابتكارات هذه يتم معناها تطويرها وتصنيعها ثم تسويقها على المستوى الوطني، وبدايه هنا مش تكون منين، تكون من حاجه نسموها اللي هي لا سونتي الكوفيد. كما تعرفوا اليوم عندنا اشكاليات كبيره جوهريه، اليوم ما عندناش، اليوم ينقصنا الاكسجين، اليوم ثم ايفولوسيون، اليوم عندنا تقريبا ما هو ديكلاري تقريبا 5000 مورتاليتي، لكن الحقيقه اليوم العدد اكبر بكثير خاطر الناس اليوم تدفن في الموت نتاعها، فهمت، وعند الكوفيد انه ديكلار باسا. كيف تزايد عدد كثير واحنا ماشيين في البيك نتاعنا مع نهايه الواحد، وانه بروجيكسيون نقولوا انه من هنا الواحد تقريبا مارس، فهمت، مش يتجاوز عدد المورتاليتي اكثر من 10%، وهذا الحقيقه يوجع. اليوم الدوله ما ثقتش، ما عطاتش الفرصه فعلا لهالكفاءات هذه التونسيه داخل تونس وخارج تونس، خاصه وقت نتكلموا على المهندسين. هذا دور اللي نعتبره مهم جدا يقوم به المهندس، فهمت، في انه نمشيوا في العمليات نتاع التصنيع البسيط. شفت احنا في الاتحاد الاوروبي وكذلك في الاستازيوني نقصوا برشا من توسكي نور، فهمت، نتاع التصنيع في الأجهزة الطبية. علاش؟ على خاطر احنا اليوم نتكلموا على وضع استثنائي، فهمت، عاد نعملوا 100% معناها نجموا نخفضوها 70%، فهمت، هنا باش نشجعوا معناها القطاع الصناعي باش انه هو كما يقولوها يصنع الأجهزة اللي هو المواطن معناها في حاجة لها. اليوم الأكسجين، مادة الأكسجين اليوم ناقصة كبيرة برشا، احنا ما نعرفوش بعد الشهرين هذية شنية يمكن لا قدر الله من كوارث توقع في تونس، ناس مش قادرة باش تقل الأكسجين. قلنا انه ثم دي تعرفوا معناها لي زيكول دانجينيور ريسامون في ليزيت كما تعرفوا معناها ان اكستراكتور دوكسيجين اللي قدروا باش يطوروه يوصل 60 لتر بار مينوت دي بي دوكسيجين، فهمت، اللي في العالم ما فماش جهاز يعمل هالدي بي هذايا، اللي موجودين هما جسكو تقريبا 15 لتر بار مينوت، فهمت. دونك شفتوا تونس قادره ولو حاجات بسيطه جدا. اليوم نتكلموا على الصحه وإبسيلون، معناها نتكلموا اليوم فيكتيفمون على مسألة في علاقة بالكوفيد، لكن الصحة راهو عندنا طبعا مجالات عديدة جدا اللي التكنولوجيا ينزمها تتطور وينزمها ينزمها تتصنع في البلاد، وهذيك هي احنا نقول هذه فرصتنا.
مش يجينا أي يوم من الأيام مش تكون عنا حروب على المياه، مش تكون عنا حروب على الطاقة، مش تكون عنا حروب على الانفيرونمون، إلى غير ذلك اللي فريمون معناها الوقت يتسارع. اليوم فعلا هذيك صيحة الفزع اليوم واللي احنا نقولوها وش اسمه أتذار معناها المهندسين أن فعلا هالصيحة هذية معناها توصل للسياسيين وتقول أنه فعلا اليوم لازم تتعطى الفرصة لهالمهندسين لا العلماء لا الجامعيين لا الباحثين داخل البلاد وخارج البلاد، فهمت، باش انهم يدخلوا في العمليه نتاع التصنيع لانقاذ البلاد، البلاد اللي هي طبعا حتى تقولوا التكنولوجيات اللي عند البعد الصحي والبعد المائي وفهمت والامن بصفه عامه مفهوم شامل، زاد كيف كيف عنده البعد الاجتماعي اللي هو باش يعمل القيمه المضافه، وبالاضافه انه مش يبقى كريدو لومبلوا. واحنا ان شاء الله بعد هالندوه هذه باش إن شاء الله نستدعيكم بحول الله المدينة العلوم باش يكون عنا أن سيمينار على أن بروغرام إكزيكيتيف، فهمت، ومش نبدأو بالدومين بالدومين، دونك إن شاء الله باش نبدأو بالإنتليجنس أرتيفيسيال معناها اللي نعتبروا أنه هذا سيتان دومين معناها اللي تري ريش وعنا الكفاءات وقادرين أن أون بو كريي معناها بوكو دومبلوا، وزاد كيف كيف أون بو معناها أجود سا بورا إتر بيان سور معناها أنه يعطي يعني قيمة مضافة وبالتالي ينمي الاقتصاد معنا في تونس ويساهم في تحسين الاقتصاد. وإن شاء الله تكون عندنا إن شاء الله بحول الله مجالات أخرى كما قال معناها سي كمال معنا كما الاقتصاد الريعي وكما مجالات أخرى اللي هي تطور التكنولوجيا. يمكن نحيل الكلمة معنا زملائنا إذا حب يضيفوا حاجة أخرى. نجم ندخل تفضل. أنا حبيت نضيف على اللي قاله سي سليم بإيجاز اللي الجهاز أو المنظومة العلمية في تونس تطورت بإجراءات وتطورت بانفتاح المنظومة هذه على العالم وبدخول في تنافس في مجال النشر العلمي، وبالتالي عندنا لهنا معناها إشكالية متاع عدم تناغم بين تطور المنظومة العلمية والمنظومة البحثية وسياسات التنمية في البلاد وسياسات تطوير الاقتصاد. ونجم نقول اللي منظومتنا العلمية اليوم عندها ان بوتنسيال، عندها احتمال طاقة واحتمال معناها إنتاج اللي متطور نسبيا، حتى كي نشوفوها معناها في التصنيفات العالمية المعتمدة لتشخيص المنظومات العلمية هي في ان ستاد فما تروا ستاد، لو ستاد لو بلوز افونسي نسبه التطور الاعلى هي المرحله 3 لو ستاد نمبرو 3، هذه في البلدان اللي تعتمد اقتصاد المعرفه. احنا في تونس بين لو ستاد 1 و 2، والانتقال للمرحله 3 يتطلب استراتيجيات دولة واضحة تجند الكفاءات العلمية في خدمة الاقتصاد، مش بصفة عامة كلام عام، لا، أهداف اقتصادية محددة. وهناك نرجعوا احنا المخططات التنمية في تونس، مخططات التنمية ما هيش عاطية الفرصة لجهاز البحث العلمي في تونس ولا منظومة البحث العلمي لإنتاج مخرجات تفيد التنمية. علاش؟ لأن مخرجات اللي تفيد التنمية حين ما تكون ناضجة تتطلب على الأقل بين 5 إلى ربما الجوانب المعقدة ولا المخرجات المعقدة تطلب حتى 10 سنوات باش تكون ناضجة وقابلة للاستعمال، يعيطوا التكنولوجي ريدينس لا ماتوريتي تكنولوجيك، خاصة في مجالات كما الفلاحة اللي فيها تعقيد كبير ياسر بالنسبة للحزام الفنية باش تكون مستعملة في كامل التراب التونسي. فبالتالي أنا اليوم كي نجي نعمل مخطط خماسي يلزم في المخطط الخماسي الحالي نطرح مسائل بحثية ذات أولوية اللي باش نستعملها في المخطط اللي بعد، وبالتالي يلزم يكون عندي نظرة استراتيجية. ما نجمش نخدم في عمق أقل من 10 سنوات إذا باش نقعد نخدم على المخططات الخماسية بس فقط باش نقعد في تنمية مبنية على أدوات عملية دي فوتوكوبي
وربما حاجات تجي من الخارج، ولكن البحث العلمي التونسي غير قادر لإيجاد عمق استراتيجي يجعله يدخل في عملية التنمية. فبالتالي فما حاجات تدخل في التنمية ولكن تبقى بلوز وموا صدف، أما ما هيش مقنة في إطار تمشي الدولة واضحة، وهذا إشكال كبير في تونس. وعندنا الجانب الثاني اللي عرشت وربما نزيد نأكد عليه، هي أهمية السياسات العمومية الأفقية لبوليتيك بيبليك ترانسفيرسال، لأن الابتكار ما يعرفش وزارة وما يعرفش حدود. واليوم عندنا إشكالية استراتيجياتنا في القطاعات وفي الوزارات منغلقة بعض على بعض، ما فماش انفتاح. مثلا فما استراتيجيات ومش لازم نقعد نذكر في المسميات لهنا وفي العناوين، ما فيها حتى كلمة على البحث العلمي والابتكار. هل هذا معقول في بلاد كما تقول؟ بالتالي يلزم نعود وننظر لكيفية رسم السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية، وهذا يتطلب ربما إعادة النظر في كيفية تنظيم العمل الحكومي والعمل العمومي المتعلق بالتنمية. وهذه نقطة هامة جدا، وربما الطريقة اللي نخدم بها اليوم في تونس واللي نسيروا بها في البلاد ما زالت طريقة قديمة متاع الستينيات والسبعينيات والثمانينات، ما تطورتش الكفاية حتى تكون قادرة باش تحمل تونس إلى بر اقتصاد المعرفة والابتكار. وهذا معناها نقول فيه مش نقد لتونس، ولكن مقارنة بما صارت عليه بلدان أخرى. نشوفوا بلدان كما ماليزيا، كما سنغافورة، كما كوريا، كما تركيا، كما إيران، نجحوا في عديد القطاعات رغم ظروف سياسية متقلبة، رغم صعوبات، وهذا الكل كان بإرادة سياسية قوية وباستراتيجية دولة أفقية وقيادة قوية جدا من ناحية الفنية لضمان الوصول إلى الأهداف المحددة. وهذه مشكلة من مشاكل تونس اليوم. واضح سي محمد عزيز، نعرفش شكون يحب يتفاعل من السبيكر نتاعنا، سينو نرجع للسي ناصر. نرجع للسي ناصر. يا حماد تفضل. سي حماد بارك الله فيك، حبيت ندخل جوست باش لربما نعطي بعض الإضافات ونركز على بعض النقاط اللي هما مش برشا عزيز ولا ثلاثة نقاط. وفعلا النقطة الأخيرة اللي ذكرها سي عزيز هام ياسر، واللي قطع النظر على سيستم STI حتى وقت اللي في نطاق أشغال أخرى أو دراسات أخرى، وخاصة تم سوق الشغل، وصلنا إلى une conclusion أنه ce qu'il faut c'est carrément une nouvelle architecture institutionnelle في تونس، parce que nous avons un sérieux problème de gouvernance. أنا مشكلة متاع حكومة ومتاع تناسق وتناغم بين المؤسسات اللي في بعض الأحيان تقريبا تبدا عندها نفس الاهداف، ولكن كل واحد يخدم وحده ثم نوع تاع كلوزن. هذه النقطه الاولى اللي هامه ويجب ان نكمل فيها المستقبل، شنو هي التركيبه تاع لي انستيتيوشن لاستيكوش زعما. النقطه الثانيه هي اللي ذكرها سي امين، سي محمد امين، وقت اللي يتحدث على اللي ستارت اب وبالمقارنات بلدان اخرى. ما نعرفش اذا المقارنه في الحاله هذه تستقيم او ما تستقيمش، ولكن للتذكير برك لازم نعرفوا اللي لاباري برودكتيف في تونس متكون تقريبا من 95% حتى اكثر من مؤسسات اللي هي صغيره واللي هي اوني بيرسونيل كواحد بصفة عامة. ما فماش لي مويان باش واحد يكون انوفاتور، يكون برونور دو ريسك، يعني جينيرال موقع افيرس ريسك. الور يمكن ولي ستارت اب في تونس راهو عندهم عامين، يعني كي تاخذ لو رابور انويل 2019
ها نلقاو اللي على 416 كانديداتور اللي قدموا ان يو كو 248 عندنا 248 حاجه نعتقد ان هي باهيه ولكن فيها اشكال انهم الستارت اب هذم كلهم مش الكل ثلاثة أرباع نتاعهم بالضبط 75.4% امبلونتي في الجراند تونس دونك الجهات الحق كيما نور ويست ولا سنتر ويست مع بعضهم زوز يعملوا كان 4% سود ويست 1% سنتر ويست بار كونتر يعمل 10% يحب يقول لي ستارت اب موجودين موجودين كلهم في الجراند تونس ولكن التفاوت الجهوي يمكن نظام المؤسسات الناشئة كان نجم يساهم في التقديس منه ما هوش متطور برشا. النقطة الثالثة والأخيرة الحق يفوك لي شوز سوا كلير معناها لازم يكون فما اون فيزيون اون فولونتي بوليتيك وقت نقولوا سي وقت تكون عندنا رؤية وتكون عندنا أهدافنا واضحة وشنو نحبوا نعملوا هون لي بوليتيك بوبليك سون امبورتون بور ديكليني لا استراتيجي اون بلان داكسيون وهذا راه اون ريكل جينيرال إذا ما تنجمش تبني استراتيجي على الهواء إذا ما عندك حتى شيء إذا ما عندكش يعني فينونسمون فينونسمون مش كو سي تري امبورتون لو فينونسمون دو لينوفاسيون وإذا ما عندكش مالوريزمون سي با لو كا في تونس إذا ما عندكش ان كابيتال هيومان بيان فورمي ولكن احنا في تونس النقطة هذه الأخيرة تاع الكابيتال هيومان نعتقد ماهيش مشكلة وشكرا. بارك الله فيك سي حمادي. ما نعرفش سي ناصر رجع معنا ولا سي ناصر اي معكم راح تفضل تفضل المداخله نتاعك سي ناصر ونعتذر به ونعتذر على تقطعت لي الانترنت اكثر مره به هل اني تحب نعقب ولا نرجع للمداخله كيف معنا اللي تراه انت صالح سي ناصر اللي تراه انت صالح به خليني نعقب به وقت اللي سي سليم وسي عزيز يركزوا على الاستراتيجيه وحتى سي حمادي على الرؤيه راهو بون parmi ce qu'on cherche في هالاستراتيجيه il doit y avoir un écosystème qui produit en masse l'innovation et la technologie. احنا اليوم مثلا on produit en masse les ingénieurs, on produit en masse les médecins. على خاطر فما ان ايكوسيستيم فما ان ايكول ليسي فاكولتي دي كور دي زيكزامان اي تو سا حتى لين واحد يوس يكمل افيك ان ديبلوم اسمو ديبلوم دانجينيور ولا ديبلوم ولا دكتورا دو ميدسان اي تو سا بور لينوفاسيون بور لا تكنولوجي il faut avoir l'écosystème. L'écosystème بدينا بدا يولي عندنا دي زيليمون كما نحكيو على لي زاكسيليراتور كما نحكيو على لي زانكوباتور لي ستارت اب سون لي ريزولتا عاد يكون عندنا ديبلوم يكون عندنا ستارت اب لكن يعني لا فورماسيون تكنولوجيك لا كاباسيتي دو فير لو ترانسفير تكنولوجيك اي يعني انه يولي ان برودوي اي دونك هذايا اللي يحتاج ان ايكوسيستيم افيك ان كورسوس كيما عندنا الكورسوس باش نوصلوا مهندس باش يلزم توتا ان كورسوس تتبناه الدوله حسب الاولويات الاستراتيجيه نتاعها كيما نخيان نتكلموا على الماء ولا على الانرجي رينوفابل ولا على السيسليم على الذكاء الاصطناعي وعلى فما البلوك تشين فما الاوغمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي فما الانترنت اوف ثينكس فما عدد من المجالات اللي تنجم تعطي قيمة مضافة عالية جدا ولهذه نحتاج مش مبادرات يعني فردية أحيانا يكون إنسان أو دو سو دو لو ويعمل حاجة ما شاء الله عليه وكذا صحيح سي بو مي باش نجم ونضمنه يعني اون برودكسيون اون ماس يلزم ليكوسيستيم يعاون يلزم عاود نخرجوا 50 ستارت اب يلزم نخرجوا 2000 ستارت اب اي دونك باش ينجموا يخرجوا يلزم توجه كامل نتاع الدوله يعني الدوله تحط في قلم نتاعها يعني فما سي امين تحدث على الـ يعني التمويل نجموا نمولوا البحث العلمي 10 مرات
التمويل الحالي وما يعطي حد شيء. إذا كان ما نعرفوش كيفاش نستفادوا من التمويل هذا، إذا الدولة تحط يعني خلينا نقول مثلا مشاريع تنافسية باش تخرج الأفكار لي سوليوشن بوتونسييل، وتدخل لي سوليوشن هذه في دو لا بري انكوباسيون، بعد الانكوباسيون، بعد الاكسيليراسيون، وتخرج دي ستارت اب من جموش وبوتيتر قبل دي بروفي و توسا. دونك ليكوسيستيم هذا ناقصنا في تونس، وناقصنا خاصة معناها مش ليزيليمون بركة، ليزيليمون بداو يتوجدوا لكن ضمن استراتيجية، وطبعا من ضمن المكونات يحتاج يكون مكونات متاع لو فينانسمون، لي انستيتيسيون فينانسيير كي فون سوتونير كيما تعرض السي حمادي. فما نقطة أخرى ضمن الاستراتيجية راهي ثقافة الابتكار. رانا احنا في تونس علشان نقول برمي لي فيبلاس متاعنا في السيستم ايديوكاتيف، احنا في تونس اولا نوتر سيستم ستان سيستم بازي سور لاكيزيسيون دي كونيسونس، هو تحصيل معارف وليس تحويل المعارف الى قيمه مضافه، وهذه يعني ضعف، لانه تقريبا اهم شيء نعرف ولا ما نعرفوش، امتحانات تقريبا في مختلف المراحل، اذا كان فهمت وتنجم توظف ربما في سكونابيل البروبلم سولفينغ، انك تنجم تحل، هو توظيف بسيط للمعارف اللي تحصل عليها، لكن الاصل انه يكون يعني تطبيقات في الواقع، وهذا اللي السيستم الجديد بتاعنا ما يتعرضلوش. دونك هام جدا انه يعني يتعدل السيستم بتاعنا بما يضمن انه يكون عندنا هذه القدرات الاضافيه بعد تحصيل المعارف، هي توظيف المعارف. انا نهار جاني استاذ من امريكا من MIT قال لي انا نعرف تونس وتونس باهيه برشا، قال لي مشكلتكم الوحيده انكم تعملوا 90% من الجهد التربوي، انكم تعملوا تحصيل معارف كبيره، لكن 10% المتبقيه انكم كيفاش باش توظفوهم باش يوليوا قيمه مضافه، قال لي هذه ما تعملوهوش، وهذا بالضبط الوضع عندنا. دونك احنا في حاجه يمكن حتى من البريمير. انا نهار جاني زاد مهندس كبير وكذا قال لي احنا في، قال لي انا بالنسبه لي المهندس بعدد المشاريع مش بالدبلوم، قال لي عامل 50 مشروع بالنسبه لي مهندس من صنف كذا، 20 مشروع من صنف كذا، 3 مشاريع من صنف كذا. قال لي انا جي سنتراليان، لكن كنت فرحان اني جيت سنتراليان، بعد كي مشيت كندا تعلمت الهندسه، وفي كندا جي رياليزي كون ان فرانس ان فورمي دي زيكسيلون ماتو كومبرون بور دي انجينيور. قال لي ما كنتش نعرف الهندسه، خرجت من ليكول سنترال ما نعرفش الهندسه، مي نعرف لي تيوري ماتيماتيك ابليكي في الهندسه، كي مشيت كندا تعلمت الهندسه. دونك احنا عندنا سو بروبليم، لا عندنا سو بروبليم انه نتعلموا برشا معارف لكن كيفاش نحولوها الى قيمه هذه ما نعرفوش. دونك هذا parmi les faiblesses qu'il faut reprendre في الاستراتيجيه نتاعنا. ثقافه يعني الابتكار لازم تبدا من ليكول بريمير، كيفاش تعملوا مشاريع، كيفاش العمل المشترك، كيفاش الرياده كالانيشيتيف توسا، هذا يبدا من البريمير ويتواصل. وما نحبش نطول برشا، دونك تقريبا هذوما نقاط هامه في الاستراتيجيه اللي نجموا يعاونونا باش نبنيو الاقتصاد المعرفي. وشكرا. واضح واضح سي ناصر، الحمد لله الكونيكسيون خدمت لك خاطر مديخله ممتازه برشا سي ناصر، بارك الله فيك. قبل ما نعدي عندنا شكون باش يدخل تو، سي منجي ناصر، سي شادي بن خليفه، سي محمد خميخه، ومدام فتحيه. بربي جست ملاحظه واحده نحب نقولها، نتعسف ما يسالش عليكم اليوم. الديفينيسيون تاع السياسي في العالم البوليتيسيان سي لوي كي ديكلار لا ديسيزيون، اما لا ديسيزيون صحيحه ياخذوها ناس معناها من البروفيل سي سليم ولا سي محمد ولا سي حمادي ولا سي ناصر، معناها سمعنا تشخيص محليه ممتاز على الاخر. علاش التشخيص هذايا والقراءه؟ هو اربع ساده جامعيين معنا، علاش ما ياخذوهوش للساده الجامعيين في تونس الكل ولا المهندسين ولا الدكاتره؟ وعلاش من الرؤيه نتاعهم ما توصلش؟ معناها هذا بصراحه اللي شيء يوجع القلب. دونك ما نعديو الكلمه لسي سيمونجي ناصر، تفضل. اي سيمونجي، بارك الله فيك سي امين. مرحبا بك. عايش، بارك الله فيك سي امين. مرحبا.
واضح سود؟ اي تفضل تفضل، مرحبا بك مرحبا بك. عجبك فضلك. مبدئيا اللي نحب نسال سي الدكتور حمادي في البريزونطاسيون تاعو في السلايد عمل كومباريزون بداية من عام 2000 ما بين تونس ومصر تركيا والمغرب، عمل كومباريزون في مؤشر الاستثمار، ولكن في لي سلايد الاخرين ديما يعمل مؤشر الاستثمار مع معدل النمو. حبيت نشوف ما عندوش سلايد اخر فيه مؤشر فيه نمو مع المقارنه ما بين تونس والبلدان هذوك، باش كي نفهموا اسكو الاشكاليه كبيره هي في الاستثمار ولا الاشكاليه في مجال اخر. وسؤال السيد وزير في بون حكي على براءة الاختراع، المهندس التونسي ما عندوش المجال وين ينجم يقدم الاختراع نتاعو، اذا كان عنده حاجه ما ينجمش يقدم، وكذلك الدكتور التونسي اللي تحصل على الدكتوراه وخرج من وزارة التعليم العالي في مؤسسة اخرى ما عنده حتى مجال باش يشتغل فيه، ما عنده حتى مجال باش يقدم فيه شنو هو ينجم يقدمه جديد. كان في مؤسسات عموميه نعرفه نهار تاخو دكتوراه اوتوماتيكمون يدخل الفريغو، كان في مؤسسات خاصه ما عندوش برشا، على خاطر المؤسسات الخاصه تقريبا ما عندهاش برشا ريسيرش ديفلوبمون، كل اللي عندنا احنا ديز اكسبلوتون على ليميت دي بون اكسبلوتون وكاو. بارك الله فيكم. واضح. نكملوا ناخذوا سي شادي وسي محمد خميخل ومدام فتحيه، وبعد نعطيو الكلمه للسبيكر نتاعنا باش يجاوبوا. سي شادي تفضل. شكرا سي امين، بارك الله فيك. في البدايه الرحم على الكاتب العام السابق مهندس عبد الستار حسني، معناها وهذه فرصه باش كل مره في كل مناسبه نرحم عليه. شكرا ليك خاص امين المجهود الكبير تقوم به. انا باش نعتذر مساج باسم العماده وفي عوضك انت في عوض خيان على مثل اللي أعطيته أو المقارنة أعطيتها بالكيان الصهيوني وأثارت حفيظة بعض المتابعين ومن حقهم، يعني احنا موقفنا ثابت كموقف التوانسة كل في القضية الفلسطينية. أدعو أن نثير حفيظة التوانسة ونستعمل الأمثلة كثيرة أخويا أمين بكل لطف سوق هذه. اثنين توا حبيت أن نحكي مع نشكر الأخيان كل المداخلين أفادونا جدا وتشخيص خرق العادة من كل جوانب، وخاصة كل أخذ من زاوية معينة، بارك الله فيهم، ينم على فهم وحماس كبير وتفاعل كبير. سي ناصر حكى على الإيكوسيستام وهو محق، حكى على معناها السيستم الإدوكاتيف والتعليمي وكذا وهو محق. الأخوة الأخرين حكاوا على الميزانيات إلى غير ذلك، حكاوا على الرؤية، معناها بالحق نفتقد الرؤية، لأنه كل ممكن فريق جديد يجيب استراتيجية جديدة وكأن استراتيجية معمولة على كل العامين ولا 3 سنين تعمر الوزارة ولا الحكومة، اللي تو الحكومة ولات كالفيزيبليت يعني 6 شهور وجيب حكومة أخرى. في الحقيقة هذا يجب يكون مركز على مستوى الدولة، معناها يفوس باتر pour avoir une vision في المسألة هذه. واليوم التوانسة ما عندهم حتى حل آخر إلا الانوفاسيون، إلا الاقتصاد المادي، إلا الإبداع، وكما قال الشاطر الأخوة كل في رأيهم. وبالتالي اللي طوى سي بيان ديفوكي يعني هالموضوع هذايا مهم برشا واني جاميتا. دونك بالنسبه لينا كعماده يلزم نلتفتوا له المجال هذا، معناها نحطوا فيه معناها ونعطيه اهميه كبرى قصوى، ربما اللي ما نجموش يقولوه وخيالنا اللي هما وسادتنا الدكاتره والاساتذه ما نجموش يقولوه، لأنه هما في السيستم بيدو معناها ما نجموش يقولوا احنا كمنظمة قادرين مش يقولوا.
دونك اليوم راينا من رايهم واحنا متبنين يعني المشاغل نتاعهم هذيا ومتبنين ربما مقترحاتهم وربما احنا في موقع افضل من مواقع حمومة باش يعبروا على المسألة هذه وباش يطالبوا بها ازاي الحكومة لان احنا منظمة وطنية مثلوا 76 ألف مهندس ويهمنا المسألة هذه وعندنا جانب كبير مهندسين ومدكاترة ومنهم من الحاضرين معنا منهم السبيكر نشرفوا بهم دوك احنا هذه مشاغل بلاد ولا بد أن نقوم. ثم أنا نحب نعرج على حاجة بسيطة جدا. أنا نعرف فم ميزان. أظن أنه جيعان ما نجمش يفكر. ما نجمش يبدأ. اليوم سياسة الدولة تجوع في الباحثين. شكون الباحث هو؟ دي احنا نقولوا باحث بعد ما يكمل دكتوراه نتاعو ماستر، بعد ما يكمل ماستر، وبعد ما يكمل الانجينيرا بتاتر يولي باحث. إلى أن يأخذ دكتوراه نتاعو واصف الباحث. أستاذ باحث اليوم بعد ما يكمل هذوما يولي عمره 24 سنة ولا حاجة هكا ولا 25 سنة كان عمل عليهم زي عطاهم 250 دينار على 10 شهور متاع الدكتوراه معناه 250 دينار يجوعهم في العبيد اليوم ليزارتيكل اليوم الميزانيات متاع المخابر معناه كي جاءوا فما وزراء وجلسيت أنا ما عندي حتى تعرض على توزير جاء خلبوس ضربها في الشطر دو كل دروا مخابر متاع بحث وكذا معناه نقص لها في الميزانية ميزانية الدولة كلها تحطها ميزانية البحث العلمي هزيلة وهزيلة جدا وحكيوا عليها وحكينا عليها الناس كل معناه كيفاش تحبوا نحن اليوم باش نجموا نعملوا بحث وندعموا البحث وربما يحكي على إيكو سيستيم سي ناصر ومعق في ذلك يلزم في إطار رؤية كاملة معناها شاملة سي سليم قال لك لينوفاسيون هزوها لوزارة الصناعة سي نامبورتو كوا سي نامبورتو كوا معناها إلا ما فماش كما قال ممكن كما قال سي ناصر المخرجات هي ستارت اب هي الإبداع هي لينوفاسيون هي بعد في الأخرى لبريفي كذا فهمتي براءات الاختراع معناها في الاخر بكل معناها نقسموا في نجزئوا في المجزء وهذه سياسه خاطئه على كل حال انا نقول اللي سي بيان ديفوكي سا ممكن اتكلم انا بحرقه لاني انا عايش مصر هذه لاني عندي شكون في الدار باحث وعايش معاه المعاناه باش يمشي يقدم الارتيكل نتاعو في الكونفرنس يلزم بوه يدبر له تذكرة الطيارة ويلزم كذا وكذا 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 لأن اليوم اللي لابو عجزوا ما عندهمش التمويل الكافي وكذا كذا إلى غير ذلك دونك كذا أنا أقول مسألة هذه إذا نعطيها قيمة كبيرة أنا نعرف شكون وزير بعد الثورة جاء وأعطى قيمة كبيرة للمخابر وأعطى قيمة كبيرة للبحث العلمي وفتح حتى ما مخابر كانت مسكرة وسكرت لأنها لأن مواقف سياسية لغير ذلك هذا يجب أن نعيره أهمية تو نصلحه على الأقل نبدأه من تو دكتور معناه يخرج دكتوراه ما عنده حتى ماشي للبطالة هذا معقول معناه وين نحبوا نوصله نحن في البلاد دي دونك ما نجموش نحكيه على إنوفاسيون وإبداع انت واحد تجوعه اليوم الدكتور والناس وهذه فرصة باش نتكلموا عليهم الناس اللي ملوحة وعاملين هكا معناها ياخذ دكتوراه يقعد ملوح كنهار مش عارف ريت واحده بنيه 38 سنه ولا 39 سنه فرحانه اللي نجحت باش تدخل تقري فني فقط لي عندها الدكتوراه دوبي ملي كان عمرها 30 سنه معناها هذا هذه مساله صراحه اذا ما نعالجوش المساله هذه ما نجموش نتكلموا على استراتيجيه ونتكلموا خاطر هذا اني وليم ولادنا قاعدين يتشردوا معناها هذا يلزمنا اول تريت انصامبل نشوفوا حلول لو كان نقصوا تمبري ما عند الناس كل تنعبيوها الكاس انت البحث العلمي انا اي حاجه نجموا نعملوها اي حاجه نحبوا نميوها كان يعملوا صندوق كما عمل بكري 26 كذا صندوق اخويا الناس كل تصب فيه هذا نتاع
نتاع البحث العلمي وكذا. معناها يلزم الأستاذ يكون زاد باله مرتاح. عندي أنا مسألة مالية ومسألة مادية عندها قيمة كبيرة، ما يلزمش الأستاذ يلوج على سوايع زايدة، ما يلزمش الأستاذ يمشي يلوج سايب لابو نتاعو وربما مش يمشي يعمل كونفرنس خاطر فيها كلك سوء، سامحني ميساج خنقول خاطر إلى الدروة فني. يلزم الأستاذ يكون باله مرتاح، واللي هو اللي ينكدري فيه الباحث يكون باله مرتاح، ووقتها النجم ننتجو. أما راهو الجوع والتفكير ما يتقبلوش مع بعض. وشكرا لكم، سامحوني على الإطالة. مرحبا يا سي الشادي. سي محمد خنيخ متفضل. سي محمد منعش ناخوان الكلمة هكا. سي حمادي خلينا نكملوا نسمعوا المديخه. دكول سامعنا نعتذر بعد تجيوب يا خويا. سي محمد تفضل. سي اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالحضور، ونتمنى لكم سنه موفقه اداريه وبالتوفيق للجميع. انا الحق مش داخل بصفتي على الاقل قيدوم من السبعينات، من خريجي 76 تقريبا، عشت مراحل عديده. سي محمد تسمع فيها؟ نسمع فيك. ايوه اي صوتك هكا سافا قوي، خليه كيما هكا سي بون تو باش تو اي هكا اكسيلون هكا، يعطيك الصحه. تفضل بو. احنا لما حل الاشكال مش اشكال اليوم، لما حل اشكال 60 سنه ما نعترف به. اذا انا نخرج اسلوب اليوم كل فاقد الشيء لا يعطيها. قرب الميكرو، قول له قرب الميكرو خاطر بعيدا. تسمع فيه ولا تو هكا به؟ يقعد كيما هكا سي محمد. اي قلت لك عاد، قلت لك الحاجه الوحيده اللي خرجت بها اليوم نقول ديما فاقد الشيء لا يعطيه. احنا كفنيين، الفنيين بصفه عامه واحد في المجال حقيقه. سي محمد هرب بالصوت مره اخرى، هرب بالصوت سي محمد، ترى هرب بالصوت. تسمع فيه ولا هكا به؟ هكا به سي محمد تو تسمع. حبيت نقول اللي يكون احنا في البحث العلمي وفي اقتصاد المعرفة تقريب المسائل اللي تم طرحها اليوم طرحت في الستينات وفي السبعينات يا لونا وفي التسعينات الى اخره. يا لونا كمل كمل سي محمد تسمع فيه. الى اخره. وهذا ما يجرني انا حقيقة عام 76 بالضبط اليوم في الوقت الحالي. اليوم نحكيو عن موبيليتي الكتريك، مش نجيب انكا انكا معناتها اللي هي ريال فريمون. عام 76 تم على الاقل تم زوج مشاريع في تصنيع سيارة كهربائية. اليوم ما احنا نحكيو عن موبيليتي الكتريك مش نشتغل في سيارة كهربائية. محمد نعم إيجيز على خاطر صوتك خايف. إيجيز سي محمد إيجيز تسيالك شنو؟ به انا لما حالها ما نحبش نرجع للعديد من المشاريع اللي تمت وما تمش تنفيذها. نحب نقترح اساسا كون اقتصاد المعرفه يكون على الاقل مبني على اسس صحيحه ياسر. اليوم ما عندناش هيكل اللي هو يتبنى الاقتصاد هذا بكل صراحه، ولو حتى المركز اللي تم بعثه لتطوير الاقتصاد هذا يمكن ياسر مش سي محمد. وي معلش عندك مشكلة يظهر لي باش نجاوزوك. سي محمد عندك مشكلة في الصوت راه باهي. أنا اللي نقترحه تسمع فيها تو. تفضل تفضل تو كيما هكا. باهي اليوم بالنسبة للندوة هذه وللمنتدى هذايا، أنا أعتقد سنة 2021 نخصصوها أساسا لاقتصاد المعرفة، ويلزم من هالندوة هذه تنبثق 12 ندوة أخرى ولا ندوات من ونحكيو كان على اقتصاد المعرفة، ما دام ما نفكروا في حتى مشروع آخر إلا اقتصاد المعرفة، ونشوفوا شنو الهياكل وشنو المقومات وشنو اللي يزيد. واضح سي محمد. نعم واضحة الفكرة نتاعك، وصلت الفكرة سي محمد. عندك ما تضيف؟ والله انا حبيت نضيف حاجة ياسر. احنا نحكيو ديما على المشاريع الصناعية في وقت ما لما حالة ثم نورمالمون الوكالة الصناعية لبعض المناطق الصناعية فكرنا على أساس باش تكون دي بول دو ريشيرش تضم العديد من المؤسسات
وفي في القطاع في قطاعات متنوعه. يعني انا كي نجبد مثلا لاغرو اليمونتير نشوف في المنطقه الصناعيه نتاع لاغرو اليمونتير ونعمل بولدو ريشيرش. وهذا اقترحناه عندي 20 سنه التالي راهو انا واحد من الناس اقترحته في منتديات وفي لكن الشيء الاساسي ديما نرجع نفقد الشيء الى سي محمد المقترحات نتاعنا الكل تمشي للاستئناس ولا شيء إلا للاستئناس. يعني القرار ما هوش قاعد يتخذ من طرف الناس اللي تبحث والناس اللي تقترح والناس اللي تعمل في برامج إلى آخره. هذا هو الشيء اللي نخرج به اليوم. وإذا مش نرجع لنفس المنظومة رحنا ما احناش مش نتقدم ولو خط. وشكرا. واضح سي محمد. بين نكملوا مع مدام فتحية. هزت يدها من قبلك مدام فتحية. مازلت معنا مدام فتحية؟ مرحبا يعيشك. مرحبا بكم الكل وميرسي بيان على البريزونطاسيون اللي صارت سايت فريمون انتريسون. انا كتبت تساؤل وقت لي سي محمد عزيز درغوث يحكي على النوسيون تاع القياده الافقيه للدوله فريمون خاطر رغم البريزونطاسيون تاعو كلامو سي درغوث سيتي معناها ممكن فيه برشا معلومات لكن ما وصلتش اني نفهم الكونكريتمون فاش تتمثل معناها القيادة الأفقية للدولة في حاجة غير إنها الكوردينيشن سيرتو كي نشوف معناها المتدخل اللي بعده يحكي على ثلاثة وزارات مختلفة تخدم على نفس المشروع ويخدموا عليها الكلهم ممكن دي جون يونيفرسيتير وحتى واحد ما عنده علم بالآخر. معناها نحكيوا على القيادة الأفقية للدولة في شنية تمثل آخر غير الكوردينيشن. الحاجة الأخرى اللي نحب معناها نحكي عليها هي أنه تثمين حكينا برشا ولا حكيوا برشا سادة المدخلين على تثمين المعرفة وصرتوا أنا اللي لفت انتباهي أنه النومبر إنورم متاع ليزارتيكل بارابور إفكتيفمون النومبر ما نقولش ريدويمي لابسونس توتال دي بريفي اللي هو شنو السبب متاعه معناها إفكتيفمون علاش ما نوصلوش نثمنوا في الأخر وقت في الأخر الريشيرش متاعنا علاش 10% اللي حكي عليها واحد من المدخلين ما نوصلوش انه نطبقوها في الاخر وسرتو اللي احنا انا في وقت من الاوقات معناها دخلت للريشيرش سانتيفيك بعد ما تخرجت من ليكول دانجينيور وبعدين جاي ابوندوني على خاطر الحقيقه وصلت القناعه اللي ما فماش ريشيرش سانتيفيك في تونس وانا نحكي راني نحكي على 98 و99 و2000 و2001 معناها كي دير توا سرتو انه وقتها ايفيكتيفمون حكينا برشا في وقت من الاوقات على انفتاح الجامعه على المحيط واللي نعرفوا الكل اللي هي كانت تجربة فاشلة معناها رغم سواديزون الدولة في وقت من الأوقات نجحت باش تشجعها لكن سانا با بوتي. علاش خاطر إذا كان معناها هذوما الكل دي كيستيون يلزمنا نجاوبوا عليهم باش نجموا نقدموا خاطر إذا كان باش نقعدوا فيه معناها اون فا ريبيتي لي ميم فوت سا با با بوتي. كيف كتبت سؤال أخير مع ولا بون في الآخر كيف سؤال آخر أنا جوفولي إنه لي انترفيونون s'ils peuvent nous proposer مش للإطار bon, من غير دور الدولة qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment passer à l'اقتصاد القائم على المعرفة كما نحبه 3, 4, 5, 6 des actions أما autre que les actions de l'État على خاطر effectivement راهو إذا كان مش نستناو كل شيء من الدولة ما نحبش نكون متشائمة لكن مش نقدر نستناو 10 سنين أخرين وشكرا. واضح مدام فتحية. دونك الأسهل نعدي الكلمة للسبيكر نتاعنا. شكون يحب يبدأ فيكم؟ كان نجم ندخل تفضل سي حامد تفضل أي بتبيع بارك الله فيك. باش نقدم زوج إجابات نعتقد السؤال الأولاني اللي هو يهم العلاقة بين الانفستيسمون والكروسانس الإيكونوميك والسؤال الثاني اللي تفضل بي السيدة فتحية بفير محمد بيكون دونك هذا من الفكرة الأولانية خلال التقديم هو أنه النمو عنده دي لوفيي دونك لا كروسانس ايكونوميك ايت اكسبليكي دو بوين دو في دو بوين دو في تيوريك بار لاكوميلاسيون دي فاكتور دو برودكسيون donc par le capital, par le travail. Alors, pour faire de la croissance économique, pour accumuler du capital, ça signifie investir. Le fait que nous,
ظهروا أنه تود انفستيسمان في تونس ضعيف بالمقارنة لبلدان أخرين، والبلدان الأخرين اللي اخترناهم من عام 2000 لعام 2019 هما دي بي كي اون ايتي هيستوريكمون اوتمون بيرفورمان. اللي ايش معناها اوتمون بيرفورمان؟ يعني نسبة النمو نتاعها، وهذاك المعنى نتاع السؤال، تقريبا تراوحت بين 6 و10%. الور بين 6 و10% طلبت انفستيسمون في بعض الحالات بيوصل حتى ل 30%، وقت اللي احنا في تونس نعملوا في اقل من 20%. هذا راه وحده الحق ما يفسرش كل شيء، الانفستيسمون ما يفسرش كل شيء، يفوار هذا من ديكومبوزيسيون دو لا كروسانس ايكونوميك نشوفها دو بلو بري، يعني حتى اون ديكومبوزيسيون سيكتوريال باش يعرف الانفستيسمون وين يلزمو يقع بالضبط باش يعطي لو بلو دو كروسانس بوسيبل. وهذا يمكن زاد نجم يجرنا الموضوع نتاع اقتصاد المعرفة. فات المكونات نتاع اقتصاد المعرفة تقريبا كنا نعرفوه وبصفة عامة يتصنفوا تقريبا في 4 أشياء، اللي هو نظام الحوافز الاقتصادية والإبداع التعليم وكذلك الICT، يعني كل ما هو تكنولوجيا دانفورماسيون ودولا كوميونيكاسيون. Admettons que l'on va agir à les 4 dimensions hadoum. Il y a un gaspillage. Je vais vous dire, autre chose. Mais nous avons une série, techniquement, une série d'indicateurs. Nous avons 4 piliers, nous avons 70, 80, 100 indicateurs qui seraient regroupés d'une certaine façon, par une certaine analyse, ça peut se faire par une certaine technique statistique, où on chauffe le poids de chaque catégorie d'indicateurs. Je m'en ai chauffé le poids de chaque catégorie d'indicateurs, et on chauffe de combien contribuerait, par exemple, les ressources humaines, le capital humain, Kadesh, Dakhlouf, tout ce qui est... هذا الانديس كرونوري كونستروي تاع ليكونومي دو سافوار، وقداش لو بوا نتاع وهوني نجي للاجابه نتاع السيده فتحيه. اذا عرفنا البونديراسيون في هذا الانديكاتور الكبير نقولوا يلزمنا ندخلوا في النقطه هذيك. اسكو لو فرضنا اللي نلقاو انه لو كابيتال هيومان اي لو بلوز امبورطون، هوني إذا ما نجموش نعملوا على الدولة يلزم نقولوا شركات يلزم تقوم بالشيء هذا. وهنا إذا شركات باش تقوم بالشيء هذايا، شنو هو التحفيز اللي هي باش تلقاه باش تقوم بالشيء هذايا؟ إذا ما فماش مصلحة خاصة ما تصورش أن تقوم بحاجة كيما هكا. دون تو لي كا دو فيغور توا التشريعات الموجودة تسمح باش يقع أن بارتناريا، سورتو بارتناريا بيبليك بريفي، اللي نجم يكون لربما حل لتشجيع لا مارش فير سيت ايكونومي دو سافوار. فوالا ميرسي. باهي انا ممكن كيف كيف نتدخل، انا نبدا بسي المنجي، انا تقريبا نتكلم على حاجتين هي في مساله فضاءات الابتكار وزاد في علاقه بالدكاتره. أنا أقول بالنسبة للفضاءات الابتكار احنا تقريبا عندنا ما يقارب 30 معنا بيبينير دونتربريز. خلينا نعطيكم الإطار، أن ثم اتفاقية صارت قديمة برشا في عام 90 بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة على مسألة هاللي هي بيبينير دونتربريز، اللي تقريبا ثم حدود 17 منهم في الديزيزات والبقية ريبارتي موجودين معنا بين ديزيكول دانجينيور وموجودين في كيف التكنوبول. الحقيقة الأداء متاعهم ضعيف برشا 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 برشا، وهذا يرجع بالأساس معناه أن بروبليم معناه ستركتورال. شنو اللي يصير هو أنه الفضاءات هذه هي ملك
للجامعات وكذلك الأقطاب التكنولوجية ويتم استغلالها من وزارة الصناعة. الإشكالية طبعا هو نفسها التي في حد ذاتها تم مراجعة جذرية في الأهداف والبرامج نتاع لي بيبينير دونتربريز اللي هي فضاءات انا نعتبرهم فضاءات بيلوت فهمت اللي ينزم تنطلق منها بالاساس معنى الافكار تدخل الافكار يعني ثم طبعا عنده واحد فكره وهذا الاشكال المشكل هو انه نقولوا نتكلموا على ليزيزات معناها هي راهو اونتر بارونتيز ليزيزات معناها سونت اون تران دو ديفلوبي معناها فهمت دي دي بروفي في حدود تقريبا انتير اديشن ناسيونال دونك ثم معناها فضاءات ابار لي زيكول دانجينيور دونك لي زيزات اي سون اون تران دو ديفلوبي معناها دي انوفاسيون كبيره برشا دونك هذه الحقيقه معنا بين قوسين نقولوا الاشكال هو انه هذوما لي بيبيني دونتربريز سون توتالمون جيري بار وزاره الصناعه بالتالي ما ثماش تنسيق فهمت بين المؤسسه ووزاره الصناعه دونك احنا نتكلموا اساسا بالادارات الجهويه للبي اللي هي موجوده معناها ريبارتي في الجمهوريه التونسيه فهذا معناه خلق الحقيقه في ما ثماش اساس عمل مشترك معنا بين المؤسسه ووزاره الصناعه في فضاءات معناها الابتكار اللي انا ديما نشوفها انه ثم طالب ثم دي بي اف ثم روشيش ديفلوبمون معناها ثم دي روشيش توقع حتى من اليشال معناها تيز فهمت دونك بو سي ديفلوبي معناها اون معناها ان برودوي معناها انوفاتيف طبعا احنا وقت كيما مدام فتحيه تكلمت معناها شنو اللي مانع باش ان احنا نطوروا البحث العلمي فهمت دو فاسون انه يولي عندنا حاجات مبتكره هي راهي مثلا نعتقد ان فيها تمويل انا جانب مش فقط تمويل لكن نعتبر التمويل هو جانب من الجوانب اللي هي تعيق عملية الابتكار علاش خاطر الابتكار هو اساسا من الفكرة هو معناه تطوير النموذج فهمت البروتوتيب ينجم يكون معناه كلك سنتين دو دينار كما ينجم يكون كلك مليون فهمت وهذه طبعا معناه يستوجب انه هو طبعا يكون دونك ثم اشكال جوهري وهذه اساسا معناها اتفاقيه باش تتجدد خليتها معناها ما بين وزاره التعليم العالي ووزاره الصناعه كونفنسيون اللي تولي فعلا ثم الشراكه معناها بين المؤسسه والمندوبيات الجهويه ولا الاداره الجهويه للبي بالتالي معناها خريجي معناها او الناس اللي تعمل في اللي بي اف اوكي دونك ينطلقوا بالمشروع نتاعهم بالفكره نتاعهم يدخلوا معناها لي بيبينير دونتربريز هذه قبل طبعا الفكره هذه نجم يكون معنا ما نسموه بالفاب لاب اوكي فكره الفاب لاب اللي هي حقيقه متطوره برشا في العالم الغربي بالذات معنا في الاتزوني وكذلك في شو اسمه معنا في كندا اللي نعتبرها سيتيون بري انكيباسيون معنا دي جي قبل الانكيباسيون دونك هذا في لي بيبينير دونتربريز معنا دونك الفكره هي ديفل معنا البروتوتيب بعدين البروتوتيب لوسك سامور وفعلا يسو ديفلوب يولي فكرة أنه فعلا معنى إطلاق ستارتاب اللي هي تكون فعلا يعني في الحاضنة وبعد طبعا من الحاضنة طبعا تنطلق إلى مشروع خارجي لإنشاء معنى مؤسسة وبالتالي هكيك نجم نتكلم فينا الماء أنه اليوم تجم تكون المؤسسة الجامعية والمؤسسة البحثية معنى كقاطرة تنمية خاصة على المستوى معنى الجهوي أنت اليوم كيف تمشي معنى العديد من الولايات ما ثمش نسيج صناعي تلقى مؤسسات معنا جامعية لكن للأسف ما ثم حتى مساهمة من المؤسسة فهمت لي معناها بناء نسيج أو تطوير نسيج معنا صناعي فبالتالي احنا نقول الفضاءات هنا هي مسألة هيكلية قانونية تنظيمية معنا بين القطاعات اللي تتكلم عليهم سي عزيز وهذه معناها الحل باش أنه نجم نستغلوا هالفضاءات هذه هذا إضافة للي سنتر دو ريشيرش واللي لابوراتوار دو ريشيرش اللي تتواجد ذلك كيف فيهم فضاءات معناها لتطوير معناها هالمبتكرات بالنسبة للدكاترة أنا نقول أنه هذوم جزء وهذوما هما القاطرة وهذوما أنا نعتبر وقت نتكلم عن ريشيرش ديفلوبمون إنوفاسيون هذوما الدكاترة أنا نعتبرهم هو الكفاءات اللي موجودة في تونس
فهمت باش انها هي فعلا تنخرط في اقتصاد المعرفه. يلزمنا اليوم معنا بالنسبه معنا ابنائنا وبناتنا الدكاتره لازم نفهموا ان اليوم الدور نتاعنا اللي ماهوش جامعه دون لوسونس معناها انا مش ناخذ دكتوراه سيك مش نخدم في الجامعه. هذه العقليه يلزمها تتطور ويلزمها معناها تتبدل. علاش؟ على خاطر احنا صحيح من عهد الاستقلال وقت بنينا الجامعات وبنينا مراكز البحث احنا ديما في حاجه للانسينيون والشيرشور معنا تونسيا. هو احنا وصلنا ما قلناش وصلنا للماكس وديما تحتاج الجامعه الى ديزونسينيون وديما يلزم يبقى الركروتمون معنا في الوظيفه العموميه هذا ديما يبقى. لكن بالاعداد الكبيره اليوم عندنا 4000 تقريبا دكتور اللي هو معنا بدون عمل، هذا اضافه للناس اللي هم تقريبا عندنا ما يقارب 13500 معنا دكتور اليوم يعملوا في الدكتوراه نتاعهم. هالعداد الهائله هذه اسكو هذه كلها باش تمشي للجامعه؟ راه مستحيل. علاش اليوم يلزمنا نتطور بحاجه هذه كانت من جمله الاشياء اللي يلزمنا تتطور وتنطلق فيها في اطار الاقتصاد المعرفي. اليوم وقت نتكلموا على الريسيرش ديفلوبمون هذوما اللي هما كونسيرني اللي هما بلو كونسيرني سسون لي زونتربريز. لي زونتربريز سواء كانت المنشآت العموميه ولا المنشآت معناها الخاصه. انتم جوست نعطيكم ارقام، كوريا الجنوبيه 95% من الدكاتره اللي تخرجوا من الجامعات كلهم يمشيوا لي زونتربريز. في امريكا الولايات المتحده الامريكيه 70% تقريبا من الدكاتره اللي تتخرج من الجامعات تمشي كيف للإندستري كيفي ريسيرش ديفلوبمون. هذا يا سيتي ايفيكتيفمون معناها لا كونفونسيون كي ايتي معناها سيني افيك لوتيكا اللي كانت مستعده ولا متوقع انها ما زالت مستعده باش تنطلق في المجال هذايا. وفي مجالات اللي نعتبر ان الريسيرش ديفلوبمون واضح وكلير ويحتاج لها الكفاءات هذيا باش يتم ادماجها في لي زونتربريز معناها اللي كيفي معناها لا ريسيرش ديفلوبمون خاصه في علاقه بالتيك ولا بالريوتي ولا بعلاقه بالمعنى الانتيليجنس ارتيفيسيال الى غير ذلك من المجالات اللي هي ممكن معنا تطويرها. دونك انا نقول الدكاتره اليوم هما قاطره هما كفاءات هي معناها طاقات بشريه موجوده في تونس. الاهدار نتاعها الحقيقه سيكلفنا الكثير والكثير. فهمت؟ انا نقول اليوم كما نحتاجوهم في الجامعات العموميه كما نحتاجوهم في المراكز البحث كما نحتاجوهم معناها في لي نوفو ميتيي. النوفو ميتيي اللي هي حاجه جديده كومبليتمون كي زاد يلزمنا احنا نطوروها. اليوم ما ثماش دي سبيسياليست اللي يفهم شنو لو بيزوان تاع الاندستري وشنو هو لو بيزوان معناها ولا اللي هو ديسپونيبل في مخابر البحث. هذا هو كي با اسيوري لو مارياج فهمت بين مراكز البحث او مؤسسات البحث وكذلك معناها لي زونتربريز. دونك هذوما اللي هما ما عندناش خبراء في نقل التكنولوجيا. هذه زاد كيف من المجالات اللي ممكن الدكاتره نتاعنا زاد وقت نتكلموا على الوظيفه العموميه رانا محتاجين في الوزارات، محتاجين معناها في وزارات اللي هي محتاجه باش تعمل ريسيرش ديفلوبمون ومحتاجه باش تعمل لافي تكنولوجيك كما وزاره الدفاع كما وزاره الداخليه كما وزاره الثقافه كما وزاره السياحه. هذوما كلها وزارات قطاعيه لا يقل عن 20 معنا وزارة قطاعية اللي هي محتاجة لهالدكاترة. إذا شفتوا وقت اليوم نتكلموا على الاقتصاد المعرفي قديش إن احنا فعلا محتاجين لهالكفاءات اللي هي اليوم بطالة، اليوم مش قادرين مش نعطيهم الفرصة باش ننطلقوا في حاجة اللي هي باش تطورنا الاقتصاد المعرفي. وينزمهم يتموقوا كما في الجامعة كما يتموقوا زاد كيف في المؤسسات العمومية ولا المنشآت العمومية والخاصة. فهمت؟ pour معناها ديفلوبي لا ريسيرش ديفلوبمون اي انوفاسيون. بالنسبه لتمويل البحث احنا اليوم اوني ا 0.67% بي بي اللي جات تنفق على البحث والانوفاسيون، وهذه نسبه الحقيقه قليله وتحشم برشا. احنا قلنا يلزم على الاقل انه الدوله انه معناها الدعم التمويل بالنسبه للبحث والانوفاسيون ما هيش وزارة التعليم العالي فقط اللي هي تقريبا 85% من البيجي متاع الرشيش انوفاسيون هي جاية ومتأتية من ميزانية وزارة التعليم العالي. البقية جاي من وزارات اللي هي كما وزارة الفلاحة وزارة التيك وزارة معناها الصحة، لكن ديما تبقى المساهمة الكبيرة من وزارة التعليم العالي. اليوم لازم كل الوزارات معناها 20 قطاع اللي تكلمت عليهم
هذوما نفسهم ينخرطوا في الميزانية نتاعهم ببرامج تجم تكون مختلفة، تجم تكون ماهيش بالضرورة بحث، تجم تكون ابتكار، تجم تكون معنا نقل تكنولوجيا، تجم تكون بعناوين أخرى، لكن أن هي تجم تساهم مساهمة كبيرة برشا في البحث العلمي. إيه هذا ما يكفيش. اليوم وقت نجيو كوريا الجنوبية ونتكلموا على 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 ألمانيا ودولة إسرائيل، فهمت؟ العدو الصهيوني اللي هو قد ينفق تقريبا في حدود 5% على البحث العلمي والتجديد، منها مساهمة من الدولة تقريبا في حدود 2% و 3% جي من الصناعة. هذه زادة كيف كيف. اليوم القطاع الصناعي والاقتصادي هو نفسه ينزم يتطور في 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 التفتح نتاعو زادة كيف كيف، وفي العلاقة مع الجامعة اللي هي محتاجة إلى تطوير معناها كيف كيف جسور جديدة. اليوم الجامعات العمومية تخدم معناها بستاتيوم تاع إتابليسمون بوبليك كاركتير أدمينستراتيف اللي هي تعيق العملية فهمت نتاع الانفتاح على المحيط. اليوم الجامعات هذه اليوم عندها طريق باش أنها يتحط معناها تغير في الستاتيوم تاعها pour un établissement public à caractère scientifique technologique. تجم تتطور ما احسن وما افضل. هذا في اطار احنا القانون نتاعنا اللي اثرنا هو نتاع 2008. هذا باش يفتح مجال ان تولي عندنا مجلس اداره في المؤسسات الجامعيه وفي مراكز البحث اللي هي باش تشرك الصناعيين، باش يقربوا الصناعيين للناس هذوما، باش تكون ان سي بلس دو سوبليس دو جيستيون اي ادمنستراتيف ادمنستراتيف فينانسيير معناها نتاع المؤسسات نتاعنا، باش تكون الانفتاح فعلا حقيقي. ثم زاد كيف كيف حتى ما نفكرنا في الجامعات ان تكون معناها مؤسسات معناها انا نقول ادارات اللي هي بوبليك بلوتو بريفي فهمت دي معناها شو اسمه باش ان هي تكون تسهل العمليه معناها دي عباره دي انترميديير يتبعوا للجامعه باش تسهل العملية التفتح على المحيط، لكن أن هي تكون بقانون معناها القطاع بقانون خاص فهم اللي يسهل العملية. أنا نمشي مع سي محمد خماخم وأنا نحطه سنة 2021 للعمادة وفهمتي وكل زكتور معناها أن تكون سنة اقتصاد المعرفة وننطلق فيها. وهذه أنا قلت أنه إن شاء الله معنا في خلال أسبوع مش تكون عنا معنا سيمينار في مدينة العلوم باش يتم تشريك كما انتم ان شاء الله على اساس انه نبدا وننطلق في برنامج تنفيذي ل 2021 كيس كوم بورا فير مغير منا فريمون كما قالت معناها مدام فتحيه مغير من نحنا نتلذذوا فهمت نقولوا شنو الدوله تنجم تعمل بالقوانين نتاعنا وبالنصوص القانونيه وبالامكانيات البشريه والماديه وهذا شنو نجمو نعملوا في وضع اليوم ما عادش يحتمل الانتظار. وضع معنى الصحي خايب، وضع البيئي خايب، وضع المائي معنى مهددين، الوضع الطاقي مهددين. اليوم العديد من القطاعات اليوم مهدده. اليوم فعلا الاقتصاد التونسي اللي كان دائما ومازال يعتمد على اقتصاد مبني على الفلاحه نتاعنا اللي هي الكلاسيكيه تراديسيونيل وكذلك السياحه تراديسيونيل اللي هما زوج قطاعات محتاجين باش يرتقيوا الى مستوى معنى اقتصاد المعرفه، وين ثم ينزم يكون نوع من أنه يتعطى القيمة المضافة اللي هي تعتمد على الرشاش ديفلوبمون اي انوفاسيون. هذوما بعض الحاجات. نعطي الكلمة زادة كيف كيف السي عزيز وقت دي مدام فتحية كلمت على القيادة الأفقية للدولة. السي عزيز. شكرا سليم. حبيت نشكر زميلة اللي تكلمت على اللي تسألت السؤال القيادة الأفقية. عندنا الريادة والقيادة. يظهر لي زوز معناها مصطلحات هامة جدا اليوم. الريادة سي لا فيزيون استراتيجيك الرؤية. الدولة تورثني خاصة أنا نحكي في نظري أنا على رأس الدولة، رئاسة الحكومة أو رئاسة الدولة، رئاسة الجمهورية أنت والنظام اللي موجود في البلاد. احنا في تونس نظام برلماني والجانب التنفيذي عند رئاسة الحكومة. بالتالي رئاسة الحكومة يلزمها ترسم استراتيجيات أفقية هوريزونتال اللي تنضوي تحتها كل الوزارات. إذا اليوم نحكيه على الابتكار والتجديد
ما هوش ممكن باش وزارة الصناعة تخدم وحدها، وزارة البحث العلمي تخدم وحدها، وزارة الفلاحة وحدها، وزارة تكنولوجيا الاتصال وحدها. يلزم توجهات عامة تجعل الاستراتيجيات القطاعية متناغمة ومتفاعلة بعضها مع بعض، والدولة ورئاسة الحكومة هي اللي باش تحط قواعد التفاعل وقواعد التشارك بين الاستراتيجيات، باش ما تكونش متضاربة بعضها مع بعض ولا منقطعة بعضها على بعض. بالنسبة لجانب القيادة، القيادة الأفقية، القيادة سي لو بيلوتاج. دونك البيلوتاج باش تدخل فيه اون بارتي هي التنسيق، لا كورديناسيون حكيت عليها، مي الكورديناسيون سي اون بوتيت بارتي. مي لو بيلوتاج شنو هو ان فيت؟ كل وزارة عندها قطاعها ولا عندها استراتيجيتها القطاعية اللي باش تخدم عليها بمؤشرات لقيس الأداء. مؤشرات قيس الأداء ترجع عن بعض وتطلع للطابق الأعلى على مستوى السلطة. اليوم احنا في تونس نجم نحكيه على مستوى رئاسة الحكومة، حتى تترجم هالمؤشرات إلى مؤشرات استراتيجية، ونشوفوا هل وصلنا بتظافر المؤشرات وباندماجها مع بعض إلى مستوى النتائج الاستراتيجية المرجوة. هل هذا موجود اليوم في تونس؟ ما هوش موجود. كل وزارة عندها استراتيجيتها وحدها. اليوم نحكيه على ستارت اب اكت. اليوم ستارت اب اكت صحيح جاب تغيير وجوانب إيجابية، ولكن ليست سياسة الدولة، هو محصور في جانب تكنولوجيات الاتصال، فهو يخص وزارة تكنولوجيات الاتصال. وقت اللي نورمالمون الستارت اب اكت كارو كان افقي ويمس كل المجالات، لان الابتكار اليوم ينجم يمس الفلاحة بدون تيك، نعمل أسمدة جديدة ما حشتيش بتيك أنا فيها، وتنجم تضيف أشياء غريبة جدا للفلاح وتحسن المنتوج. فبالتالي إذا ما عنديش تيك هذا ما نجمش ندعمه بستارت اب اكت اليوم، وبالتالي ما هيش سياسة أفقية، هذه سياسة قطاعية. جبت كيف مدام فتحية جبدت على سياسة انفتاح الجامعة على المحيط وكيفاش ما عطاتش نتائجها. علاش ما عطاتش نتائجها؟ لأن السياسة هذه مبنية على إجراء غير محدد الموقع في إطار سكون أبيل لا شين دو فالور. لا شين دو فالور دو لا تكنولوجي دو ترانسفير تكنولوجيك دو لينوفاسيون بين الجامعة والقطاعات المنتجة ما توضعتش في تونس. دونك انا كي نعمل اجراءات لانفتاح الجامعه من غير ما تكون لا شين دو فالور نتاعي، عرفت كيفاش نوصل نبنيها بتحفيزات وسياسات، اكيد اللي كي عملت اجراء انفتاح باش نشجع جامعات باش ينفتحوا، ولكن النتيجه ستكون ضئيله جدا. نفس الشيء عندنا بالنسبه للاليات المحفزه للتجديد والابتكار على مستوى الجامعه وعلى مستوى الصناعه. عندنا اليات مختلفه ماهيش مرتبطه ببعضها وما فهمش تواصل. كيوفا مشروع متاع جامعة يستعمل آليات تثمين نتائج البحث ما يتربطش بصفة آلية بآليات البحث والتطوير research development اللي ياخوها الصناعي. فبالتالي عندنا زوز آليات منقطعة على بعض، دور كل واحدة في حلقة واحدة، إين يابا دونغرناج كوما. هذا اللي نقصد به بالسياسات الأفقية. واليوم ما فما تطور تكنولوجي إلا إذا الدولة تعبي هالفضاء الأفقي، والفضاء الأفقي في تونس هذا ما هوش معبي، نحكيه بصراحة فراغ كبير جدا. وإذا اقتصر دور الدولة على التنسيق ما نش بش نخلطوا النتيجة، التحكيم والتنسيق ما نش واصلين للنتيجة. النتيجة كي تبدأ عندنا الكتلة الاستراتيجية لماس استراتيجيك، وبهذا نشوفوا الامباكت الانعكاس الاقتصادي. اما اليوم ما عندناش دماس استراتيجيك، وعندنا اليات مبعثره ما عندهاش ميزانيات قويه جدا، ماهيش مربوطه ببعضها، جنيسه السون جينيريك تمس كل القطاعات الكل. اور فما قطاعات اساسيه في تونس النجم ناخذ فيها نتائج بسرعه. مثلا فما دراسه قامت صارت في عام 2010 من طرف يظهر لي بنك الافريقي او احد البنوك متاع التنميه العالميه الدوليه ولا الجهويه، توري اللي فما على الاقل 10 قطاعات صناعيه في تونس تتميز بنسبه
تعقيد تكنولوجي كومبلكسيتي تكنولوجيك دو برودوي سوفيزامون ديفلوبي بارابور او نورم انترناسيونال وممكن نربحوا فيها سكون ابل لو غان دو اوبورتونيتي ربح الفرصه اذا استثمرت الدوله في سياسات لتدعيمها وهذوما اللي باش يخدموا لي دكتوراه وهذوما اللي باش يخدموا لي ديبلومي دو لونيفرسيتي وهذوما اللي باش يحسنوا ويطلبوا ان تو دونكادرمون انجينيور كي ايلفي دونك في تونس عندنا سياسه الاجراءات المنقطعه على بعضها على بعض وما عندناش استراتيجيات هذه فيما يخص الجانب الريادي والقيادي للدوله حبيت نضيف نقطه على اشكاليه البحث العلمي اللي شفتها في التعليقات نتاع الزملاء يقولوا شنو دوره وإتسترا راهو البحث العلمي الباحث باش يبحث باش يتطور علميا باش يتطور في مهنيا ويترقى وباش يبقى عنده فرص لتمويل المشاريع البحثيه اللي تخدم له في المخبر نتاعو فبالتالي يلزمه يعمل البحث قال إشكالية هنا اللي في تونس ما عندناش آليات كافية اللي تحدد سكون أبل الحاجيات لبزوان نيدس والانتظارات من البحث ما انتظره من البحث لحل الإشكاليات ولتطوير الأمور en fait on a un cahier de charge كراس شروط للباحث هنا ما هوش موجود في تونس صحيح اللي في عام 2017 الوزارة خرجت مشروع خرجت أولويات البحث العلمي في تونس ولكن الأولويات البحث العلمي في تونس قعدت منحصرة على وزارة التعليم العالي ما تمش ربطها بقطاعات التنمية في تونس وبالتالي أصبحت مثالية ما هيش مفعلة بطلب من التنمية ومن من الصناعة ومن الفلاحة دونك عندنا اشكال الاشكال هذا يخلي الباحث يخدم يلزمه يخدم يلزم الاتيديان يعمل تيز يحب يتطور ويدخل الجامعه ولكن مشكله المواضيع بقت على مسؤوليه الباحث التنميه ما دخلتش بالكفايه الصناعه كذلك فبالتالي تطرح الجدوى نتاع البحث العلمي ربما من ناحيه علميه الاوراق قيمه ولكن هل تنفع تونس هل المواضيع هذه مواضيع او معناها ذات اولويه بالنسبه لتونس ام لا هل ممكن نفعلوها في الواقع ولا لا هذه الكل في غياب السياسات تبقى الاسئله هذه ولكن المسؤوليه مش مسؤوليه الباحث مسؤوليه الدوله في عدم ربط الدماغ التونسي بالواقع التونسي المشكلة هنا المشكلة هنا لأن كي باش نربطها بالواقع باش نربطها بزوز عناصر الحاجة البزوان والانتظار من البحث لا لا البزوان إيطانت هذوما زوز عناصر أساسية إذا ما تحدوش البحث يقعد بحث عام علمي أكاديمي وهذه إشكاليتنا في تونس فما نقطة طرحت في النقاشات الجانبية اللي نشوفها قاعدة تمر كتابيا قدامي بالعربية وبالفرنسية مش كل دولة إسرائيل أنا عندي مشكلة مع الكيان الصهيوني أما ما عنديش مشكلة في دراسة أسباب تفوق الكيان الصهيوني على البلدان العربية إذا تعرف سياسة العدو هذا اشطر خطوة للنصر وشكرا يعطيك الصحه سي محمد عزيز في الكلمه الاخرانيه هذيا دونك شكون يحب يتفاعل من السبيكر اللي مازالوا معنا سي حمادي ولا سي ناصر ولا نتعدل سي ناصر تفضل سي ناصر أي. شكرا انا ممكن باش نبدا منين نكمل سي حمادي باعتبار يعني تشخيص مشكله البحث وعلاقتها بالتنميه احنا المنظومه البحثيه في تونس حاليا يعني يعطيك ان لابوراتوار ويعطيك دعم بسيط جدا لكن ما يطالبكش لا بشنو يعني محتوى البحث او مخرجات البحث في افضل الحالات يعني في نهايه كل عام المخبر يحتاج انه يبعث تقرير مالي وتقرير علمي يعني يكفي انه يكون فما عدد من رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير بعض ربما الورقات العلمية المنشورة فيكون حقق المطلوب
وكلمة سي عزيز نتاع الانتظارات والاحتياجات هذه هامة جدا، أنه هو ما طالبكش، وبالتالي كل باحث ربما يحط أمامه الإشكاليات البحثية اللي هو يحس نفسه فيها مرتاح وقادر على الإنتاج، بالتالي قد يكون هو يعني امتداد لأبحاث عملهم في ألمانيا ولا في أمريكا ولا في اليابان ولا في فرنسا في المخبر اللي درس فيه، وقد لا يكون لديها أي انعكاس على الواقع متاع تونس. هنا يعني دور الدولة أنه الدولة ما تهتمش بشنو يعني المخرجات البحثية متاعك، ولا يعني تكوين دكاترة في أي مجال. يعني يكفي أنه أستاذي قرر أنه يأخذ 4-5 طلبة دكتوراة ويوافق لهم على يعني موضوع بحث، وهذا يكون كافي باش هو يبدأ معهم البحث وينتهي بمعزل عن كل سياسات الدولة. فشنو نلقاه في الأخير؟ نلقاه ربما آلاف رسائل دكتوراة اللي من ناحية العلمية مقبولة وأحيانا متميزة، ولكن من ناحية انعكاسها على الواقع التونسي أو خلق الثروة أو خلق الإضافة يكاد يكون منعدم. وهذا من ضمن المشاكل متاع بطالة الدكاترة. شنو الحل؟ يعني تطرح شنو يعني كيفاش نجمو نثمنوا البحث العلمي؟ هنا تدخل الدولة على الأقل في مرحلة أولى أنه يعني تكون مشاريع تنافسية، وتكون ضمن المخرجات المطلوبة ربما رسائل دكتوراه، ربما ورقات بحثية، ولكن أهم شيء حلول عملية. يعني مثلا تجي وزارة الفلاحة وتحط عدد من الإشكاليات بالتنسيق ربما مع وزارة التعليم العالي في المياه، في الزراعات الذكية، في ربما في الطاقة، تجي وزارة الطاقة وتحط إشكاليات، ويتم يعني ربما بشكل تنافسي، قد لا يكون في مخبر واحد عندهم الكفاءات الكافية، فيكون تحالف لمخابر، مجموعة مخابر ما يسمى Centre d'Excellence، ويتنافسوا للحصول على يعني هالمشاريع البحثية اللي تكون ممولة وربما محفزة، وتكون المخرجات صحيح فما رسائل دكتوراه، لكن رسائل دكتوراه المخرجات متاعها فيها حلول وفيها إبداع وفيها ابتكارات تفيد الدولة. وربما المخابر البحثية في انطلاقتها هي كما تحضر السي عزيز أن تساعد الباحثين خاصة الجدد أنهم يكتسبوا من النضج ما يمكنهم بعد أنهم يصبحوا قادرين أنهم يدخلوا في التحالفات الكبرى هذه، وليكون عندها انعكاس فعلي على التنمية. دونك تولي الدولة معناش للأسف استراتيجية في المياه، استراتيجية في الطاقة، استراتيجية في الصناعة، استراتيجية في النقل، ولكن نجم نستنبط اليوم على الأقل من الشركات الكبرى المؤسسات شنو الإشكاليات الكبار. وإذا كان الدولة تدعم في مرحلة أولى من ضمن ميزانيات البحث، ربما وقت اللي تتحقق الفائدة وتتحقق القيمة المضافة اللي حدث عليها سي عزيز لا شين دو فالور، دونك نولي أنا كنعمل البحث العلمي عندي يعني نقطة نهاية اللي هي تحدد احتياجات وانتظارات بحثية، وتصبح يعني طبعا المخرجات تكون على مستوى عالي باعتبار تحالفات متاع مخابر، وتكون تنافسية، ويكون من ضمن المخرجات هي الحلول الفعلية، وضمن المخرجات ربما لي بروفي، وضمن المخرجات هي الابتكارات التكنولوجية إلى غير ذلك. وهنا وقتها علاش أنا كي نحكي على إيكو سيستيم ونقول أن بروسيسيس كونتينيو دو لا برودكسيون أون ماس دو لا تكنولوجي، سي لا أو الدولة تدخل والدولة تحط يعني البرنامج العملي نتاعها بور اون اني أو دو، أو شنو القطاع الفلاني كيفاش باش نقدموا فيه، ويكون فما إشكاليات مطروحة، إشكاليات تكون منبثقة من استراتيجية الدولة، من أولويات الدولة، و
طبعاً في الصناعة في عالم الأعمال الناس اللي باش تستفيد من النتائج هذه العمل بعده أكيد أن باش تكون مستعدة للمساهمة في التمويل، وهنا تصبح يعني العلم في خدمة التنمية، في خدمة الحلول، في خدمة الاقتصاد إلى غير ذلك. فاليوم كل واحد مشتت لأنه حتى حد ما مطالب حد شيء وحتى حد ما عطيه حد شيء. نهار اللي يصبح فما يعني ربط بين نتائج البحث والاحتياجات من البحث أنا تتغير تماما، يعني حاليا أنا نسميها لوز لوز استراتيجي، يعني الباحث خاسر والدولة خاسرة والاقتصاد خاسر والتنمية خاسرة. كي نغيروا بس فقط المنظومة يصبح الجميع رابح. وعفوا على الإطارة. شكرا سي ناصر. سي محمد عياري بربي بإجازة، أنا فتنا وقت النظري نتاع المحاضرة. سي محمد عياري تفضل بإجازة بربي. سي محمد عياري بارك الله فيك، السلام عليكم. بسرعة بسرعة، هناك مبادرة حاليا هي في جامعة قرطاج وجامعة صفاقس، هي اتيديون انتربرونور. هو السؤال متاعي بإجازك، إذا تم تأطير هذه المبادرة معناتها بصفة ناجعة ممكن تنجم تكون منطلق للاقتصاد المعرفة، إذا كان يكون تركيز معناتها على في الابيل على كونديداتور في اختيار الطلبة المتميزين، تنجم تكون مبادرة معناتها طيبة للانطلاق في اقتصاد المعرفة، يعني انطلاق من الطالب المتميز لبعث المشروع أو الفكرة المتميزة. حاب نسمع السادة الخبراء في هذا المبادرة، شنو رأيهم في المبادرة هذه؟ بارك الله فيك، شكرا. واضح سي محمد، شكون ياخذ الإجابة على السؤال هذا؟ وبعد نتعديو لكلمة السيد العميد ونختتم إن شاء الله. سي سليم تفضل. سي سليم، بالنسبة لل معناها ليتيديون انتربرونور، هو الحقيقه هو منشور من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ما ارتقاش الى من صدور امر في الموضوع هذايا، لكن انا نعتبرها هي مبادره متميزه على خاطر هي اساسا لانيشيتيف جاء من معنا شراكه مع لايوف لاجونس يونيفرسيتير دو لا فرانكوفوني. انا نعتبرها هي مبادره متميزه يتم تفعيلها، يمكن هو في الإطار القانوني النص نتاعها ينزم يتطور. هذه معناها أكيد أن هي مبادرة جيدة، وهذه زادة كيف ينزم تكون زادة كيف مع فكرة ستارتاب أكت، وفكرة زادة كيف أنه ما تم إنجازه على مستوى طبعا وزارة التكوين المهني والتشغيل في القانون الأخير في علاقة طبعا بإطلاق المبادرات. هذا كله جيد. مرة أخرى هو ديما وكلامك معقول جدا سي محمد، أنه التجارب هي ديما تبدأ صغيرة وتبدأ من مكان وتبدأ على مستوى فردي وعلى مستوى مؤسسة وعلى مستوى جامعة، وبعد تكبر للقطاع وبعد تكبر على مستوى البلاد كامل. أنا نتصور أنه هذه مبادرة جيدة وينزم منها فعلا الانطلاق فيها. من بين الكومنتير اللي تحطت زادة كيف هو احنا للأسف ما نجموش نتكلموا على كل شيء، واحنا في هذا الموضوع يعتبره مهم جدا، والمهندسين من الفضاء المهندسين يهتموا جدا فيه، لأنهم هما نعتبرهم ديزاكتور من برانسيبو في من في إطلاق المبادرة هذه وفي تفعيلها. احنا الحقيقة عندنا شراكة مع كوريا الجنوبية أكثر من 10 سنوات في علاقة ب علاقة بسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالذات مع معهد الكوري للسياسات سياسات العلوم والتكنولوجيا ستيبي أكثر من 10 سنوات، وفعلا أن أثمرت الحقيقة الشراكة هذه في إطلاق إن شاء الله معنا فكرة مشروع لإحداث معناها وكالة وطنية تهتم بسياسات العلوم والتكنولوجيا، يتم تطويرها على مستوى تونس. هذا المشروع اللي خدمته أنا ومع زملائي الثلاثة اللي معاكم على شو اسمه معنا أونلين توا، والفكرة هو فعلا أن هي تكون منصة معنا على مستوى طبعا وطني وكذلك معنا إقليمي ودولي. أنا نقول مرة أخرى معناها قبل رنا اليوم توجهنا لكم
هذا أول منتدى أنا نقوم به. إحنا الثلاثة، إحنا الأربعة اليوم تكلمنا مع المهندسين، نحبوا فعلا نثمنوا، لأن تعرفوا أنتم قديش أهمية الموضوع هذا. صحيح أن إشكاليات جوهرية ينزم العمل بها، فهمت؟ ثم حاجات نجم نبدأ بها، فهمت؟ بالنصوص القانونية الموجودة، بالإمكانيات البشرية اللي هي كبيرة جدا، وبالإمكانيات الضعيفة معناها فهمت المالية، نجم ننطلقوا ونبدأ ونعملوا حاجات، فهمت؟ في المقابل رانا حتى على مستوى سياسي، أنا شخصيا معناها تقابلت مع السيد رئيس الجمهورية، مع السيد رئيس الحكومة الحالي اللي هو سي المشيشي، زاد كيف كيف مع البرلمان، ندفع للفكرة هذه. والحقيقة ثم التجاوب كبير وباهي، لكن هو طبعا احنا يهمنا في موضوعنا استراتيجية كيفاش مش يتم التفعيل متاعها، وهي طبعا التفعيل متاعها ما نجم يكون إلا على مستوى الدولة كما قال سي عزيز، هي استراتيجية الدولة، يعني معناها أن الحكومة هي اللي باش تحطها هالاستراتيجية هذه. وكما تتذكروا قبل كما كان البحث العلمي رتشي للوزارة الأولى، أوكي؟ وهذا الأصل. أنت لو تتمشي مثلا في العالم الكل وقت تشوف البحث العلمي راهو مش مع وزارة التعليم العالي، راهو ما شو وزارة التعليم العالي، أما تقى أنه مربوط بوزارة الصناعة ولا بوزارة التكنولوجيات ولا مع رئاسة الحكومة، فبالتالي هذا علاش احنا نقول اليوم مش يكون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دور مهم جدا معنا في معنا قيادة الاستراتيجية وتفعيلها، لكن من ناحية الإشراف باش يتحط لها كل القوانين وتحط لها كل التمويل ويتحللها كل معناها فهمت التنسيق، ينزم يكون على مستوى رئاسة الجمهورية، لأن كل القطاعات بدون استثناء كلها معنية معناها بالاستراتيجية متاع العلوم والتكنولوجيا هذه زادة كيف كيف. حبيت نقول لكم أنه زادة كيف كيف اليوم ثم جمعيات في العالم التونسية، نذكر منها جمعية المهندسين التونسيين بشمال أمريكا نيتاج، هذه زادة كيف كيف تعتبروا أن هي شريك معاكم في إطلاق هالمبادرة، في إطلاق هالمشروع الكبير اللي ما عندناش حاجة غيرها. اليوم ما نقعدوش مش نقعدوا لكلكو، سامحوني بالعربية هكيك التونسية الدارجة، في نفس المنوال معناها التنموي اللي اعتمدناه منذ الاستقلال، رغم في تعثرات في بعض الحين يطلع يصعد ثم النمو في بعض الحين، وتو الفترة هذه الحقيقة في الظرف الحالي اللي الوضع الصحي اللي ممكن مازال يستمر معانا، ممكن مازال نشوفه معناها إشكاليات كبيرة برشا. اليوم معناها تدهور شو اسمه الأجهزة الطبية معناها فهمت في المستشفيات وحتى في القطاعات الصحية الخاصة، اليوم دور المهندس، اليوم دور الجامعي الباحث معناها في تطوير تكنولوجيات، في تصنيعها، في تسويق على المستوى الوطني، ولما لا حتى ممكن حتى على مستوى معناها الدولي. ومرة أخرى نرجع للواحد نحب فعلا العماد اليوم كما أن هي عودتنا تعمل، لكن للأسف بصمت، فهمت؟ لكن أنا اليوم ينزمكم تخرجوا البرة، ينزم أن يكون صوتكم عالي، ينزم يكون أنه فعل اليوم دور المهندسين حن الآن معناها لتفعيل دور المهندس ودور الباحث في تونس، فهمت؟ باش نعمل هالنقلة النوعية في إطار برنامج كبير نسموه اقتصاد المعرفة، اللي هو باش يساهم، اللي هو باش يعمل القيمة المضافة، اللي هو باش يشغل العاطلين على العمل، خاصة حاملي شهادة الدكتوراه وكذلك حاملي شهادة الجامعية، نعطيه فرصة زادة كيف كيف اليوم الكل الناس اليوم باش نسقوا مع بعضنا. لكن ثم مليون تري 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 زامبورتون اللي هو المستثمر. المستثمر كما تعرفوا اليوم قادر باش يعطي حاجة، وهذا طبيعي. اليوم يقول لك نحط دينار بعد 5 سنوات يولي لي 35 دينار، عادي جدا. كما الامريكي يقول لك ننفق اليوم في البحث العلمي ولا في الانوفاسيون نعطي دولار، بعد 5 سنوات يولي لي 35 دولار، وهذا طبيعي جدا. فاذا نحن زاد كيف كيف اليوم عندنا ينزمنا تكون عندنا طريقه، عندنا تواصل مع المستثمرين، يكفي معناها نبداو بالمستثمرين اللي هما داخل تونس، اللي هما نومبرو
موجودين بكثرة، ثم اقنعهم أن اليوم التكنولوجيات الحديثة، اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال راهو مستقبل تونس، وقادرين باش نحن نطوروا هالمجالات هذية. ما هيش صعيبة علينا، راهي ما هيش صعيبة علينا. اليوم برشا ديب خدوي من تونس داخل تونس صنعناها، واليوم تتطبق معنا في بلدان أخرى. اليوم ثم تطبيقات في علاقة بالفيروس معنا كورونا، أوكي، مطبقة توتالمون اليوم معنا زوز تطبيقات، زوز أبليكاسيون في الإمارات، وتم اعتمادها غديك. وللأسف في تونس ما زلنا ما قيناش معنا مجال حتى باش نحطوها في مستشفى جامعي، ولا في معنا ولا في 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 معنا مستشفى معناها فهمت عمومي. رانا اليوم فعلا ينزم الصوت الكل مع بعضنا، ينزم الكل يد مع بعضنا إن شاء الله. أنا جسوي إنجينيور، ويمكن عندي بعض الطلبة اللي هما يسمعوا فيها التوى، فهمت، لكن يعرفوني طبيعتي أني أنا جسوي براغماتيك، نحب ونمشي فعلا إلى حاجة عملية، حاجة نحق فيها نجاحات. راهو اليوم التونسي ما تتكلمش على قصة نجاح شافها في كوريا ولا شافها في أمريكا، اليوم يلزمنا نعملوا قصة نجاح في تونس باش التونسي يعرف أن هذه بوسيبل نجمو نعملو في تونس. إذن المهندس هو سيتان كونسبتور، فهمت، هو اللي يصمم، هو اللي يعمل، هو اللي يديفلوب معناها، فهمت، هالي تكنولوجي. دوركم جدا جدا مهم معناها في عملية الانتقال الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ونحب نشكركم برشا 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 اللي يتحتون الفرصة باش نحن نتواصل معاكم. لكن راهو هالتواصل هذي أنا نعتبره إن شاء الله مؤشر خير، إن شاء الله بدرت خير أطلع 2021. وكما قال سي محمد خماخم، خليه 2021 إن شاء الله هو عام اقتصاد المعرفة اللي تساهموا به الناس الكل إن شاء الله. وشكرا مجددا للسيد العميد سيامين، بارك الله فيك على الواحد، كل معناها المهندسين اللي هم معناها واكبوا معنا ومش يواكبوا معنا إن شاء الله بالتسجيل إن شاء الله. إن شاء الله تكون صوتا يوصل للناس الكل، للإعلاميين، للسياسيين، لكل الناس الفاعلين، باش فعلا اقتصاد المعرفة يشوف النور إن شاء الله بداية 2021. مرحبا يا سليم. سيد العميد تاخذ الكلمة باش تختتم. شكرا يا أمين. بون، أنا في الاقتصاد المعرفة، في البداية نحب نشكر المحاضرين الكل، الدكاترة والمهندس الوزير، بارك الله فيكم بالباهي. فعلا هي ندوة ذات قيمة، ومش تكون عندها يعني تأثير مباشر على عمل العمادة بحول الله في ثلاثة مجالات. الحاجة الأولى كما تعرفوا أنه السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي أقرت أخيرا بمنشور وزاري لجنة للتفكير في التكوين الهندسي، وإحنا وهذا بطلب من العمادة، وإحنا كعمادة متواجدين فيها، فبحول الله يعني الأفكار اللي جاءت هنا سوف ننزلها في اللجنة هذه، وأعضاء اللجنة هم حاضرين معنا في الـ في الـ في الندوة هنا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ماشي نواصلوا يعني العمل على تثقيف المهندس التونسي في المجال هذايا بالباهي، وتحسيسه خصوصا، ثم كيفاش ربط الصلة بينه وبين المؤسسات والتكوين والمدارس الهندسية، يعني المجال التحسيسي هذا بالباهي. والنقطة الثالثة والهامة جدا هو المقترحات والأمور العملية لتنزيل العديد من الأفكار اللي جات في الندوة هذه. كما تعرفوا السيد رئيس الحكومة طلب وافق على أساس أنه باش العمادة تكون عندها قوة اقتراح بالنسبة للحكومة هذه، وعيننا مستشار اللي هو العميد أسامة الخريجي على أساس أنه كل موضوع نحب نخدمه فيه مع الحكومة، فالسيد العميد الوزير أسامة الخريجي هو يعني الانترلوكيتور متاعنا، على أساس أنه باش نزلوا الأمور المقترحات هذه إلى أمور عملية.
وتفهمنا معاه على أساس أنه كل نقط كل مقترح نحضروا له الأوامر الحكومية متاعه والقوانين اللي يلتزموا، وبالتالي كل الأفكار اللي جات اليوم أنا نطلب من السادة الحاضرين اللي هما مهندسين ومن خصوصا من الأربعة المحاضرين الدكاترة على أساس ما بعضنا كيفاش الأفكار هذه اللي نجموا ننزلوها بأوامر حكومية ولا بقوانين ولا مشاريع قوانين ولا سيرتو يعني الأوامر الحكومية والمناشير الحكومية يعني اللي أمورها سهلة أنه نخدموا عليها في ساعة ونعطيها للحكومة باش تبدأ يبدأ العمل بها عمليا. وفي الأخير يعني شكري للأربعة دكاترة محاضرين وللمهندسين السادة الحضور ولأمين اللي منسق الندوة هذه، وبارك الله فيكم وإن شاء الله الندوة الجاية نكون كلنا مع بعضنا في موضوع آخر، وكما قلنا إن شاء الله أمين يواصل في السلسلة اللي مربوطة بالاقتصاد اللي قائم على المعرفة وخصوصا المنوال التنموي يلزمنا نخدم عليه بالباهي، وبارك الله فيكم. إن شاء الله هذه البداية سيد العميد. بارك الله فيك سليم سي محمد النصر سي محمد عزيز سي حمد الفهري، وبارك الله في الناس اللي حضروا معنا. إن شاء الله تسجيل ترقوه على باج العمادة بإذن الله، وإن شاء الله كما قال سيد العميد هذه البداية إن شاء الله ما فهمها كان خير بإذن الله. هاي نحييكم جميعا وإن شاء الله ليلتكم زينة، سامحونا طولنا عليكم مرة هذه. صباح على خير، شكرا، سلام على خير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير.